السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم عبر شاشة وتلفزيون دولة الكويت عبر القناة الرياضية في هذا الاستوديو التحليلي والمباشر لنقل فعاليات دوري أبطال العالم، الدوري الأرجنتيني والبطولات المصاحبة له. نرحب في كل من انضم إلينا في المشاهدة، وكذلك نرحب في الزملاء المحللين المتواجدين معنا عبر هذا الاستوديو، الكابتن محمد الفيرشاوي محلل القناة الرياضية الثالثة، حياك الله. الله يحييك يا كابتن محمود. نعم. امسي عليك ومسي على كابتن التون ناصر. نازل عندك ترى. امسي عليك ومسي على كابتن ناصر حسيني، وان شاء الله تكون مباراة تليق. حياك الله اذا كابتن ناصر حسيني محلل القناة الرياضية الثالثة، حياك الله في استوديو الدوري الارجنتيني على كويت الرياضية. الله يحييك محمود، مسي عليك مسي على كابتن محمد، وان شاء الله نقدم استديو فني ممتع في الدوري. حياك الله يا كابتن ناصر. اذا مشاهدينا الكرام، الحديث عن هذه المواجهه، مواجهه بانفيلد الذي يواجه اتلتيكو توكومان، اللي راح تقام باذن الله الساعه 10 مساء بعد اقل من نصف ساعه بحول الله وقوته على استاد فلورنسو سولا. هذه المباراه التي تقام في الساعه 10 بتوقيتنا، ولكنها في الساعة قد تكون الرابعة بتوقيت الأرجنتين. إذن مشاهدينا الكرام، الحديث عن هذه المواجهة راح يكون بعد قليل، ولكن نبي نتحدث مع الزملاء المحللين عن الترتيب العام للمباريات والمواجهات في الدوري الأرجنتيني. اليوم الدوري الأرجنتيني عنده نظام تجميع النقاط على جميع البطولات. نشاهد أن ريفر بليت في صدارة هذا الترتيب بتواجد 28 فريق يتنافسون 77 نقطة، يعني المركز الثاني تايرس كوردوبا. كابتن محمد الفيرشاوي نتحدث عن هذه المباريات وهذه المواجهات وهذا الترتيب العام، رأيك في فكرة الترتيب العام بشكل عام؟ طبعا الترتيب العام أكيد في يعني بعد بالنقاط من ريفر بليت، وهذا اللي عمل فيه يعني في نظام المجموعات. لو تلاحظ أنه كان في يعني في راحة لبعض اللاعبين وفي عملية التدوير، لأنه مرتاح في عملية التدوير، يستحق التواجد في هذا المكان. طبعًا 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 هذا نتاج القسم الأول اللي عمل عليه بتحقيق الدوري في القسم دوري الأول، صحيح، واستمراره على 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 هذا النهج. نعم. بتحقيق بعض النقاط ولعب بأريحية، ما كان في هناك أي ضغوط بالنسبة له. نعم. إذا نشاهد ناصر اليوم بوكا جونيور أحد أقطاب كرة القدم الأرجنتينية، واحد اكبر اقطاب كره القدم الارجنتينيه، في المركز الثامن، يعني ترتيب لا يليق في البوكا وجماهيره. طبعا البوكا طموحه بالدوري انتهى مبكر بسبب تالق ريفر بليت من تجميع النقاط من بدايه الموسم، وحقق الدوري العام. نعم. فشاف انه اهداف ثانيه ممكن يحققها وينقذ في موسمه، اللي هو كاس الارجنتين. نعم. وكذلك كاس الليبرتادورس. صحيح. فهذا يعطي فرص ل يعني للفرق اللي فقدت الامل بالدوري، وعلى النظام نشوفه يعني ممتاز. نعم. يعني اذا كان في فريق فارق في الدوري يعطي فرص يعني للفرق الثانيه، حتى بالنظام الدوري الجديد ممكن تاهل اول ثاني، تاهل نصف نهائي. نعم. فبالعكس انا اشوف النظام بصراحه يعني ناجح، يعطي فرص اكثر للفرق. نعم. اذا هذا الحديث عن الترتيب السنوي للانديه، كذلك يمكن وصلنا في كأس الأرجنتين العام إلى دور النصف النهائي بتواجد أندية مميزة. الحديث عن بوكا جونيور وكذلك ديفنسا خوستيسا وأيضا تايرس اللي لحق فيهم في الآونة الأخيرة. إذا مشاهدينا الكرام، الحديث عن هذه المباراة بانفيلد وأتلتيكو توكومان في افتتاح هذه الجولة، وأيضا الحديث عن هذه المباراة المهمة، ننتقل إلى هذا التقرير. في إطار منافسات كأس الدوري الأرجنتيني لعام 2023 وعلى استاد فلورنسيو سولا، يستضيف فريق بانفيلد خصمه الليلة نادي أتلتيكو توكومان، وذلك في الجولة التاسعة من البطولة. وليكن حديثنا في البداية عن صاحب الأرض والجمهور الذي يبحث عن الفوز بأي ثمن بعد أن وجد نفسه في موقع غير مريح بالترتيب السنوي، حيث يحتل المركز 21 وبفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط. ويدرك مدرب الفريق خوليو سيزار فاسيوني أهمية هذه المباراة خاصة في هذا الوقت، وأن ضياع أي نقطة سيقابلها ضغط أكثر على الفريق في القادم من الأيام، ويأمل الليلة بالخروج من هذه الموقعة ب3 نقاط تمكنه من الاستمرار بالمنافسة.
وعلى الجانب الآخر يشد أبناء توكومان رحالهم إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس ليدخلوا اللقاء الليلة بدافع التعويض وإصلاح ما أفسدته الجولة السابقة بعد خسارتهم بنتيجة 3 أهداف مقابل 1 من فيليز سارسفيلد الذي تمكن من فرض هيبته وإحكام سيطرته على أجواء المباراة. ويسعى المدربين سيرجيو غوميز وفابيو أورسي الليلة إلى استعادة مكانة فريقهم وإعادة بريق الأمل عبر خوض غمار مواجهة أخرى هدفها الإطاحة ببانفيلد والخروج بانتصار يرتقي بالفريق على سلم الترتيب ويجعله في أتم الاستعداد لمواجهة وصيف الدوري نادي تاليريس في الجولة 10. مواجهة لا شك أنها لن تخلو من الإثارة والحماس، فستعتمد كتيبة بانفيلد على عامل الأرض والجمهور وتحقق الانتصار الليلة، أم أن عنصر المفاجأة سيكون حاضر من قبل أتلتيكو توكومان؟ هذا ما سنعرفه في الدقائق القليلة القادمة. إذن مشاهدينا الكرام، بانفيلد في مواجهة أتلتيكو توكومان، الحديث عن هذه المباراة التي ستقام على ملعب استاد فلورنسو. سؤال ناصر الحسيني، مبدئيا رأيك في هذه المباراة وهذه المواجهة؟ في تطور كبير من بانفيلد في الفترة الأخيرة. نعم. مع المدرب خوليو فالتشيوني. قبل 11 مباراة أذكر كانوا في المركز 26، حاليا في الصعدة واللي مركز 21. نعم، هذا بالنسبه للترتيب العام. نعم، ترتيب العام. نعم. وكذلك في ترتيب المجموعه. نعم. حققوا الحين 11 نقطه من 8 مباريات. كان الفريق مهدد بالهبوط اللي هو بانفيلد، الحين لا، صار مستوى اعلى. نعم. وحتى يعني شوف، قبل 11 مباراه، قبل 11 مباراه كان مهدد بالهبوط، الحين لا، فريق صار يفوز على الفرق، خاصه اللي تستحوذ، الفرق اللي تهاجم، دفاع مميز، صار دفاع صعب وصعب يستقبل الهدف بشكل عام. نعم، طبعا خولي فالتشوني مدرب توه، صار له من شهر 7 وهو اللي قفز بالفريق الى مرحلته الحاليه. نعم، اذا الحديث عن هذه المباراه بشكل عام اخوي محمد، اليوم هذه المباراه قد لا تكون من مباريات القمم، مباراه تقام في المجموعه الاولى ولكنها مهمه على ناحيه الترتيب في المجموعه نفسها، المجموعه الف او المجموعه اي، وعلى ايضا الترتيب العام. الفريقين لهم حظوظ في الوصول للمقاعد الاربعه المؤهله للدور الثاني. اعتقد ان المباراه ما راح تكون سهله على اي فريق. كان الفريقين عندهم جوده جيده نوعا ما هجوميا، ولكن عندهم ضعف كبير دفاعيا، فالفريقين يعني ممكن يستقبلون يعني اهداف. راح نشوف المباراه ممكن يكون فيها تحفظ او ممكن تكون في جانب هجومي، يعني يعني في نقاط قوه بالنسبه لتوكومان هي نقاط ضعف لبانفيلد، والعكس تماما، نقاط قوه لبانفيلد هي نقاط ضعف لتوكومان. يعني اذا تبينا نتكلم فيها من الجانب الفني اكثر، اعتقد ان الكرات الثابته بانفيلد من الفرق المميزه جدا. نعم. في الكرات الثابته هجوميا بالنقيض، وعكس تماما فريق اتلتيكو توكومان، فريق يعاني من ضعف في جانب الكرات الثابتة والكرات العرضية اللي هي مميزة جدا كنقاط قوة بالنسبة لبانفيلد. فهذا الأمر الفني أعتقد راح يتسبب معاناة كبيرة بالنسبة لأتلتيكو توكومان. نعم. ونقطة جيدة بالنسبة لبانفيلد. نعم ناصر، إذا تحدثنا عن هذه المباراة من ناحية الإحصائيات التهديفية، أتوقع أن الفريقين يعني قد لا يكون متقاربين من ناحية تسجيل الأهداف، ولكنهم متقاربين من ناحية استقبال الأهداف نوعا ما. حدثني عن نجاعة هذا الفريقين هجوميا. عندك لاعب بيسنز اللي هو هداف فريق حاليا. نعم. لكن هداف فريق ما يلعب راس حربة، يلعب جناح أيسر، عمره 22 سنة، الأرجنتيني، لاعب مميز، عنده 6 أهداف، صانع لعب الفريق اللي هو برايان أليمان، من أفضل اللاعبين في بانفيلد، لكن انتقل إلى فريق ثاني. الى وين؟ الى الباطن. نعم. انتقل الباطن، يعتبر هذا اللاعب الايمان لما كان الفريق في المركز 26، هذا اللاعب كان من المركز الرابع من اكثر لاعبين صناعه الفرص. جميل. في الدوري الارجنتيني اللي يضم 28 فريق، فهذا اللاعب كان رابع لاعب يصنع فرص. الحين انتقل الى وين؟
انتقل الى نادي الباطن في دوري يلو السعودي. نعم ف يعني صفقه راح تكون كبيره لهم، اتوقع راح نشوفهم ممكن، اتوقع محطه ممكن يكون الباطن الى فريق اكبر للدوري دوري روشن الموسم القادم. نعم هذا الشيء يعني فقد فقد بانفيلد نزعته الهجوميه راح تكون بشكل كبير. نعم. بسبب اكثر لاعبين صناعه الفرص، فهذا السبب اللي خلى مهاجم الفريق يتراجع بصداره الهدافين للفريق الى المركز الثاني اللي هو خيمينيز صار له تقريبا يعني يمكن 6-7 مباريات مو مسجل اي هدف، وهذا السبب اللي خلى بيسانز يتفوق عليه في صناعه في التسجيل كلاعب جناح، فبدال يكون لعبهم بالعمق في صناعه الاهداف، لان هذا كان الايمان يلعب في خلف المهاجم، صار اعتمادهم على الهجمه المرتده بالتراجع في مناطقه، ويلعب الهجمه المرتده عن طريق اعتماد على اللاعب الجناح اللي هو بيسنس. نعم رايك ناصر في اخر مواجهات لبامفيلد مثل ما هو ظاهر امام الشاشه؟ شوف العدد استقبال الاهداف قليل جدا على بامفيلد. نعم. وهذا بسبب تميزهم الدفاعي. بنفس الوقت يحاول يلعب على الهجمه المرتده ويخطف هدف. نعم. وممكن يعني بعد خطف الهدف يحاول يعتمد على دفاعه. نعم. لكسب المباراه او حتى ممكن التعادل. يعني اخر 5 مباريات ولا مره استقبل اكثر من هدف وحيد. نعم شوف هذا هو شيء ايجابي دفاعيا بالنسبه. شوف تعادله مثلا مع ريفر بليت، تعادل فوز على لانوس. ريفر بليت لانوس من اكثر الفرق في الدوري الارجنتيني استحواذ، صناعه الفرص، تسجيل الاهداف. نعم. فشوف يعني لانوس ما قدر يسجل على بانفيلد حتى مباراه في مباراه الدوري بالدوري العام. متعادلين كانوا 2-2 مع ريفر بليت 1-1. لكن لما يلعب ضد فريق دفاع اللي هو ارسنال ساراندي يعني كان يلا لازم تهجم. صحيح. صار عنده صعوبة ما يفضل هذا الشيء. نعم. طبعا فريق بامفيلد، ولكن في الحديث عن أتلتيكو توكومان أخوي محمد، هذا الفريق اللي للأمانة يعني قاعد يقدم مستويات جيدة ولا بأس فيها مع المدرب سيرجيو غوميز. ودي تحدثني عن هذا الفريق بشكل عام، آخر 5 مواجهات خاضها هذا الفريق، نظرتك فنيا حول هذا الفريق ونهج هذا المدرب. طبعا الفريق يعني مقل في الأهداف لأنه يعتمد على تقريبا لاعب واحد اللي هو كورونيل، هو هداف الفريق، سجل 3 اهداف في هذه المرحله، 5 اهداف الفريق مسجل بشكل عام، 3 منهم كورونيل، 3 اهداف من اوبن بلاي، وهدفين من ركلات جزاء. نعم. يعني ما سجل، ما استفاد من الكورنر او الفاولات القريبه. اليوم الاعتماد على الكرات الثابته لابد ان في الكره الحديثه يكون في اعتماد كلي على هذا الجانب، خاصة ان احنا ما نشوف في الفرق في الدوري الارجنتيني من خلال الفترة اللي نحللها ان في فرق كثيرة تعتمد على الكرات الثابتة، باستثناء مثلا هذه المباراة اللي هي فيليس سجل هدفين من كرات ثابتة من رمية تماس وفاول جانبي. ولاحظ التنظيم الدفاعي بالنسبة لي توكومان، يعني الدفاع بالنسبة لي كمراقب وكمهاجم وغير كتنظيم لا يمت للتنظيم بأي صلة. فالفريق يعاني بشكل كبير من خلال التنظيم الدفاعي. نعم. ومواجهته للكرات الثابته واللعب المفتوح، ففي معاناه راح تصير لهم، خاصه بامفيلد من الفرق اللي تلعب بشكل هجومي، عنده في جمل تكتيكيه. صحيح. هجوميه بالاضافه الى الكرات الثابته، فريق قوي جدا في الكرات الثابته ومسجل اهداف. فاليوم راح يصير في معاناه في اي كره ثابته، خاصه بوجود المدافع بيانشي رقم 2، يعني الاخطاء كثيره بالنسبه له خاصه في التمركز والمراقب. نعم. اذا لو تحدثنا عن ثنائي التدريب كابتن محمد لتوكومان سيرجيو غوميز وفافيو اورسي، تم تعيينهم في 3 يوليو الماضي، يعني نتحدث عن مستوياتهم وبدايه جيده مع الفريق، رايك في بداياتهم؟ يعني 3 شهور هل هي يعني وقت كافي للحكم على مستواهم في قياده الفريق؟ ما هو الوقت الكافي، ولكن اذا كان على يعني طبعا يعتمد هذا الامر على هدف الفريق، هل الهدف مجرد البقاء في منتصف الترتيب ام المنافسه على البطولات ككاس الارجنتين او غيره. خروجه من بطولات كاس الارجنتين اليوم هو متوسط الترتيب يعني في الدوري العام، اعتقد هذا طموح مؤقت بالنسبه لاتلتيكو توكومان. لابد انه يستقطب لاعبين على مستوى عالي خاصة في الجانب الدفاعي، اليوم نشوف فيه تغييرات على جانب الأظهرة، ونشوف فيه ثبات في قلبي الدفاع، ولكن الأخطاء كثيرة بالنسبة لقلبي الدفاع. اليوم أنا أعتقد يعني هو يعول على أكوستا وكاريرا في وسط الملعب بشكل كبير، خاصة
في البناء وفي عملية محاولة الاستحواذ أو التحول السريع لحظة كسب الكرة في وسط الملعب. نعم، إذا الكابتن ناصر نرجع لبامفيلد ومستوى هذا الفريق بقيادة مدرب خوليو سيزار فالتشوني، يعني هذا المدرب كذلك ما نقدر نقول أنه مدرب قديم مع هذا النادي. 10 مايو الماضي نتكلم عن 5 أشهر، يعني لعب 17 مباراة فقط مع الفريق، 5 مباريات فاز، 3 مباريات تعادل، و9 مباريات خسرها. خرج من الكاس. تقييمك لمستوى هذا المدرب وأرقامه إلى الآن مع الفريق؟ طبعا بسبب مثلا انتقال لاعب رايان ليمان، لاعب كان مثل ما ذكرت من أكثر اللاعبين صناعة فرص في الدوري، لما تفقد لاعب هذه القيمة وعدم تعويضه فطبيعي تراجع الأرقام الهجومية، وهذا الشيء ما ينلعب عليه المدرب. هل هو عوض غياب هذا اللاعب؟ نعم، عوض غياب اللاعب بتقوية الخط الدفاعي. يعني لو تشوف الحين التشكيلة اللي بنتكلم عنها بعد شوي، راح نشوف انه في ثبات في التشكيلة في الخط الدفاعي، في خط الحارس، بالخط الوسط، بالهجوم. عندنا من اكثر الفرق اللي استقبلوا اهداف يمكن في الدوري. نعم، لكن اهم شيء ضد الفرق اللي طبعا على مستوى الدوري بشكل عام نعم استقبل فرص، لكن مع هذا المدرب اللي هو خولي فالتشوني لا، ما استقبل عدد كبير من الاهداف. يعني نادر ما يستقبل في مباراة هدفين. صحيح. عادة إذا استقبل هدف، مثل ما ذكرنا آخر المباريات هي اللي مقياس على حالة الفريق. طبعًا قاعد أتكلم عن لانوس وريفر بليت اللي واجهوا صعوبة في تسجيل أهداف على هذا الفريق، لكن هو عنده نقطة ضعف من الفرق اللي الدافع. يعني حتى قاعد أتكلم الحين عن تكومان، الفريق لعب مع ريفر بليت وخسر 1-0 بس من ريفر بليت، ونفس الأسلوب الدفاعي، نفس التكتيك، فالأفكار راح تكون متقاربة. فالحين من الفريق الهجومي افضل راح يكون، فممكن راح نشوف يعني مباراه متقاربه وفي ممكن استغلال اخطاء. نعم، حسب لان في عندهم ضعف، يعني صح انه في تنظيم دفاعي. نعم، لكن كل فريق راح يعتمد على اخطاء دفاعيه. نعم، في بناء اللعب من الخلف مثلا في الاستحواذ يعتمد بشكل كبير بانفيلد على إريك ريميدي، لانه هو يلعب 4-1-4-1، فهذا اللاعب اللي قدام المدافعين وخلف اللاعبين الوسط يعتمد عليه بشكل كبير في الاستحواذ، يعتمد عليه بشكل كبير على بناء اللعب. نعم، اذا كابتن محمد الفريتشاوي يمكن التشكيله انزلت حاليا وانتظر عرضها من الاخوان. نبي نتحدث عن هذين الفريقين والمستوى الامانه اللي قاعد يقدمونه، واليوم ان عندهم هذه المباراه وهذه المواجهه. تشكيله اتلتيكو تكومان، طبعا هذه اتلتيكو تكومان يعتمد على 4-4-2 وتحولات الدفاعيه الى 5 في خط الدفاع بوجود تيسوري جهه اليمين كلاعب يعمل كوينج باك في جهة اليمين، ميرتشوري في حراسة المرمى، فلوريس اليوم يلعب هذه خامس مباراة بالنسبة أو ثالث مباراة بالنسبة له، بيانتشي، روميرو، أوريولا. نعم، أكوستا وكاريرا في وسط الملعب في توزيع الأدوار بين أكوستا كلاعب فكاك الكرة وكاريرا كلاعب صانع لعب، بيريرا لاعب رقم 10 هذا من اللاعبين المميزين في الحالة الهجومية جهة اليسار. نعم، وجهة اليمين تيسوري في الأمام يلعب. عندهم باريرا وكاريرا. اوكي، كاريرا وفيريرا وجياني هذا من اللاعبين اللي نادرا ما يلعب، لعب 5 مباريات فقط. نعم، وكورونيل هداف الفريق. نعم، اذا هذه تشكيله اتلتيكو تكومان. ننتقل الى تشكيله بامفيلد. كابتن ناصر، ظاهر امامك تشكيله تفضل. تشكيله بامفيلد هي ثابته في التشكيل. نعم، في الحراسه، في الدفاع، في الوسط، في الهجوم. نعم، دائما يغير لاعب واحد اللي هو اللاعب الجناح الايمن، اما باقي اللاعبين كلهم ثابتين في مكانهم. سورير هو اللاعب اللي داخل التشكيله، مرات يلعب بديل، مرات يلعب اساسي، ودائما يغير في هذا المركز. اما الباجي ريميدي عندك في لاعب كلاعب الوسط الارتكاز هو اللعب عليه، وبيسانز هو هداف فريق كلاعب جناح ويلعب كذلك يلعب راس حربه، فهو ممكن يغير راسه، ممكن يلعب كلاعب خامس في الوسط او كمهاجم ثاني مع خيمينيز. واتوقع بان بيسنز راح يلعب في الهجوم، فممكن راح يكون في يعني نزعه هجوميه للفريق، هويه ممكن تشوفها هجوميه من بانفيلد في المباراه. نعم، عطفا على تشكيله الفريقين كابتن محمد والتشكيله اللي اختارها اليوم كل من مدرب بانفيلد ومدرب اتلتيكو تكومان، وجهه نظرك لمن الافضليه في هذه المباراه؟ انا اشوفها لبانفيلد. التغييرات يعني من خلال 3 مباريات الاخيره بالنسبه لتكومان دائما يعني المدرب بالنسبه لي غريب، يعني ان تغييرات دائما الظهير الايمن يكون في تغييرات. اليوم دي لافوينتا هو اللاعب الاساسي ما يلعب، هو في مقعد البدلاء، اعتقد انه هو من الخيارات الاولى بالنسبه للمدرب كتغييره للظهير في حاله عدم توفيق فلوريس. زائد تيسوري
دائما تغييراته بالظهير الايمن بالاضافه الى الجانب الهجومي بالوينجات وفي المهاجمين. شو تغييرات تحديد كابتن محمد يعني؟ ما لها مقياس معين الا انه يعني الفريق لم يوفق هجوميا. نعم. وما كان في 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 تقديم الشكل الهجومي اللي المطلوب منه. نعم. لان التغييرات بهذا الشكل لاعبين الوسط بالاضافه الى الاجنحه ولاعب مهاجم تغيرهم بهذه الطريقه وباستمرار. فاعتقد هو ياثر على شكل الفريق. نعم. ياثر ممكن للايجاب. نعم. بتغيير او تنشيط الجانب الهجومي بالنسبه. نعم. للفريق لان الفريق ما يسجل. نعم. اهداف بشكل. ولكن ممكن ياثر على الانسجام ما بين اللاعبين والتغيير باستمرار. اكيد يعني. اكيد ياثر على الانسجام كمنظومه عمل في الحاله الهجوميه اليوم. نعم. كجمل تكتيكيه انت في الحاله الهجوميه تحتاج الانسجام بين اللاعبين والتفاهم والتحركات اللي تصير بالكره او بدون الكره. نعم. اذا كابتن ناصر الحسين يتحدث عن هذه المواجهه وفقا للرسم اللي تم اختياره لنهج الفريقين مثل ما تابعتهم في المباريات السابقه، لمن الافضليه في هذه المواجهه؟ اعتقد بانفيلد في عند استقرار افضل من فريق توكمان. اعتقد راح يعتمد على الاظهره انسوا وكورنيل. نعم. مفاتيح لعب كلاعبين اظهره، ترى من نادر تشوف الفرق اللي في الدوري الارجنتيني انه يعتمدون على الاظهره ويكونون عندهم فعاليه هجوميه، لكن انسوا من اللاعبين المميزين في الدوري بشكل عام، يسجل ويصنع وزياده عدديه في الهجوم. بيسنز راح يعني ممكن يبدع في المباراه. اللعب مع سورير كلاعب جناح بسبب تسجيل هدف في اخر ثلاث مباريات. نعم. افضل من اللاعبين اللي في الاحتياط وبسبب اصابه اخوان الباريز. نعم. اذا كابتن محمد الفريتشاوي، مواجهة قد لا تكون مواجهة قمة ولكنها مواجهة تكتيكية من العيار الكبير، بالأخص أن الفريقين متقاربين بالمستوى. صحيح. والنقاط أيضا. نعم. بانفيلد 11 نقطة وتوكمان 10 نقاط. اليوم أي فوز لأحد الفريقين، التعادل ما يخدم الفريقين. نعم. اليوم الفوز راح يرفعك أنت في مرتبة متقدمة، حتى توكمان اللي بعشر نقاط اللي في مركز متأخر، الفوز اليوم راح يوصله في المراكز الأربعة الأولى. نعم. وبانفيلد كذلك راح يوصل المرحلة المرتبة الثالثة. نعم. فهذه المباراة مهمة جدا. نعم. للفريقين. ثلاث نقاط تنقلك أكثر من أربعة وخمس مراكز. بالضبط. نعم. فمباراة أعتقد أنها راح تكون يعني بعين الاعتبار للفريقين بشكل كبير. نعم. كابتن ناصر توقعاتك، أنت ممتاز بالتوقعات وعندي واحد بعد ممتاز أكثر منك اللي هو كابتن محمد الجامعي. فعطنا نتيجتك ولا بناخذ نتيجتك؟ لا أتوقع في راح يكون تقدم لبانفيلد. نعم. اتوقع تقدم بانفيلد في الشوط الاول بهدف. نعم. كابتن محمد الفريتشاوي ممتاز بالتوقع. انا اعتقد بس تبي نصيحتي لا تتوقع دائما، اذا كان حدسك يدلك توقع، اذا هذا اقول لا اليوم مو يوم. لا شوف لا والله انا لان الضعف الدفاعي واضح بالنسبه لي تكومان. نعم. في الجانب الدفاعي بانفيلد من الفرق اللي تلعب على الكرات الثابته بشكل كبير. نعم. اعتقد ان بانفيلد راح تقدم على تكومان في الشوط الاول. نعم. اذا ناصر الحسيني وكذلك محمد الفريتشاوي يتوقعوا تقدم بانفيلد في الشوط الأول على ملعبه وبين جماهيره. إذن مشاهدينا الكرام، ثواني على انطلاق صافرة الحكم داريو هيريرا ننتقل لمشاهدة الشوط الأول ما بين بانفيلد وأتلتيكو توكومان من ضمن منافسات دوري كأس رابطة الدوري الأرجنتيني، إلى الزميل المعلق المبدع عبد الناصر السهلي. عبد الناصر لك الكلمة. محمد أبو الروس، شكرا لك وشكرا لضيوفك الكابتن ناصر الحسيني والكابتن محمد الفلشاوي. مشاهدينا الكرام عبر قناة كويت سبورت، محبي المتعة الكروية الأرجنتينية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني مصاحبتكم في افتتاح الجولة التاسعة في كأس الرابطة الأرجنتينية كوبا دي لا ليغا بروفيسينال من مدينة بينفيلد، وممثل المدينة نادي بينفيلد الذي يستضيف طبعا في هذا اللقاء لاعب فريق بينفيلد اللي هو ريميندي، يحتفل في المباراة رقم 100 في مدينة بينفيلد وفي معقل استاد فلورنسيو سولا، يستضيف فريق وهو فخر الشمال في الكرة الأرجنتينية أتلتيكو توكومان. أتلتيكو توكومان هذا الفريق اللي تعنى وقطع حوالي 1250 كيلومتر برحلة جوية لخوض هذه المباراة،
يحتل بينفيلد صاحب الدار وضيافة اليوم المركز التاسع ب 11 نقطة من 8 مباريات. طبعا كباتن الفريقين اللي هو فاكوندو حارس مرمى بينفيلد وكابتن فريق أتلتيكو توكومان اللي هو أكوستا يظهر أمامنا مدرب فريق بينفيلد خوليو سيزار فالسيوني 67 سنة في مواجهة الثنائي من المدربين فافيو أورسي وسيرخيو غوميز. بينفيلد بالمركز التاسع ب 11 نقطة من 8 مباريات خاضها راجع من التعادل بدون أهداف أمام أرسنال سرنداي وقبلها تعادل بطعم الفوز مع ريفر بليت بهدف في الجولة السادسة وحقق 3 انتصارات على انستيتوتو وروزاريو سنترال ولانوس وخسر مثلهم أمام هوريكان وبركاس وأرجنتينيوس جونيورز. بينما فريق أتلتيكو توكومان بالمركز الحادي عشر بعشر نقاط من 8 مباريات خاضها تعرض للهزيمة في العاصمة بيونس آيرس أمام فيل سارتفيلد 3-1 في الجولة الماضية وهذه ثاني هزيمة للقادمين من الشمال بعد الخسارة من ريفر بليت في المونتيمنتال بهدف وانتصر في مباراتين أمام أرسنال باراكاس وتعادل في 4 جولات أمام سنترال كوردوبا وروزاريو سندرال وإنستيتوتو وأرجنتينيوس جونيورز. انطلقت أيها الأحبة ركلة البداية فريق بينفيلد باللباس الأخضر وهو صاحب الدار والضيافة في مواجهة أتلتيكو توكومان فخر الشمال باللباس الأبيض والأزرق. دعونا نتحدث بتشكيلة صاحب الدار بحراسة المرمى القائد فاكوندو كامبيسيس في الدفاع ناحية اليمين كورونيل وقلبي دفاع ماسييل وكيروس والمدافع الأيسر إيمانويل إنسوا في النص يلعب ريميندي وإغناسيو رودريغيز وكانيتي وبيسانز إصابة مبكرة ربما نشوف الإعادة مشاركة ودخول مبكر حقيقة ما كان داعي كرة في نص الملعب. اثنين من المهاجمين في فريق بينفيلد اليوم عندنا خيمينيز وسواريز يلعب بطريقة 4-4-2 بنفس الأسلوب فريق أتلتيكو توكومان. بحراسة المرمى ماركيوري في الدفاع برونو بيانكي نيكولاس روميرو وماتياس في نص يلعب فلوريس وأيضا لدينا أكوستا وكاريرا وبيريرا وأيضا اللاعب اللي هو رينزو في المقدمة كورونيل وجياني. رمية جانبية لفريق أتلتيكو توكومان بيحصل على الكرة وبيهدي اللعب يرجعها في الخلف ناحية اليسار تنقل الكرة لفريق أتلتيكو توكومان لكن سيطرة للاعب ريميندي يرجع الكرة للخلف. المجموعة الأولى في كأس الرابطة أيها الأحبة هذه المباراة معنية في هذه المجموعة والمجموعة الأولى إحبالها مشربكة تماما لأن متقاربة نقطيا ما بين الأندية والفرق ما بين توكومان اللي يحتل المركز الحادي عشر وكولون بالمركز الرابع 3 نقاط بس بين الـ11 والرابع 3 نقاط. بالتالي مباراتنا اليوم تعتبر ما بين فريقين مرشحين للوصول لدور الثمانية. أتلتيكو توكومان إذا فاز راح يقفز من المركز 11 إلى المركز الرابع مؤقتا. بينفيلد إذا فاز اليوم راح يلقى نفسه من المركز الحادي عشر إلى المركز الثالث. نعم قفزات طويلة وخطوات كبيرة نظرا لأن المجموعة متشربكة مع بعض نتيجة التعادلات. أتلتيكو توكومان قبل حوالي شهر كان يعيش أفضل أيامه وأفضل مبارياته لما تفادى الخسارة في 10 مباريات على التوالي لكن اللي بعثر أموره وأوراقه ريفر بليت لما كسر هذه السلسلة في المونتيمنتال بفوزه بهدف ويهم الليلة اليوم العودة لمقاطعة العاصمة بانتصار بيكون هو الأول بعد فترة حقق من خلالها 4 نقاط في 4 مباريات من أصل 12 نقطة. كرة ملعوبة بتوصل لما
إبعاد دفاعي من جانب فريق أتلتيكو توكمان. البداية الآن لفريق بينفيلد للاختراق من العمق، لكن هنا سيطرة دفاعية بوجود روميرو، هجمة عكسية مرتدة وفاول تكتيكي، فاول تكتيكي، واعتقد ما راح تفوت على حكم هذا اللقاء اللي بيعطي بطاقة صفراء للاعب فريق بينفيلد. نشوف الإعادة، كاريرا متقدم لكن بيدخل معاه اللاعب ريميندي وبياخذ انذار بالدقيقة 4 من زمن شوط اللقاء الأول. حكم المباراة داريو هيريرا 38 سنة، قاد هذا العام 43 مباراة في مختلف البطولات، طلع 243 بطاقة صفراء، ضيف عليها هذه صار 244، من بينها حالتين طرد بالبطاقة الصفراء الثانية و11 طرد بصورة مباشرة بالبطاقة الحمراء. كرة بتوصل، إذن في فاول وأول إنذار في اللقاء للاعب إريك ريميندي بإعاقة تقدم الجملة الهجومية لفريق أتلتيكو توكومان. الكرة توصل إلى بينفيلد، بينفيلد الحقيقة وضع خطير لما نشوف الترتيب التراكمي، هو في موضع خطير اللي ممكن يرجع للدرجة الثانية، هو على بعد 3 نقاط من مراكز الخطر. بينفيلد داخل المنطقة بيسلم كرة عرضية وفالت من الرقابة، انما يلعبها بالراس ويشيلها المدافع، يشيلها المدافع توصل إلى كريرا، كريرا الهجمة العكسية المرتدة لفريق أتلتيكو توكمان، ولكن هنا السيطرة من جانب المدافع يردها إلى اللاعب فاكوندو، فاكوندو حارس المرمى فاكوندو بيرجع الكرة. مباراة كان فيها لقطة ومحاولة من فريق بينفيلد للزيارة الأولى للشباك. فريق بينفيلد ما عنده خيار، لازم يفوز، عليه أنه يفوز، ولا شيء غير الفوز قبل 6 جولات من نهاية دور المجموعات وتحديد الهابطين، فبالتالي وضعه في خطر، في خطر. لذلك ننتظر تنافس قوي ما بين فريقين عودونا على التقارب في المستوى والتكافؤ في المباريات الماضية 30 بينهم. إذا فاز اليوم أتلتيكو توكمان 2-0 مثلا، بيصيرون متعادلين في كل شيء تاريخيا، في كل شيء تاريخيا، سواء في الانتصارات أو حتى عدد الأهداف. فهل يفوز أتلتيكو توكمان ويكون الفوز العاشر على بينفيلد، أم يواصل بينفيلد تفوق الطفيف ويحقق الفوز 11 تاريخيا على أتلتيكو توكمان، ولا تنتهي المباراة بتعادل، سيكون التعادل رقم 11 بينهم. هذه إعادة للقطة والكرة الرأسية، لكن أبعدت بواسطة الدفاع، بواسطة الدفاع من اللاعب اللي لعبها خيمينيز، ولكن عدت ومرت بسلام، مرت بسلام. رمية جانبية، ننتظر المتعة، ننتظر الإثارة يا من تعشقون كرة القدم اللاتينية الأرجنتينية. مباريات الفريقين دائما التكافؤ حاضر بينهم، ولكن أتمنى نشوف أهداف في هذا اللقاء. وإن كنت يعني لما أقرأ وأدرس حالة الفريقين في المباريات الماضية، ما يوحي لي أنه راح يكون فيها أهداف، فريقين يلعبون بأسلوب تحفظي. كرة تعود إلى حارس المرمى، مواجهة اليوم بالعرف الفريقين، نعرف مدربينهم. اللقاء ما بين خوليو سيزار فالسيوني في مواجهة الثنائي التدريبي لنادي أتلتيكو توكمان بقيادة مدربين اثنين فافيو أورسي. هنا محاولة للمرور والخطورة، بيحاول يعديها لكن مو معطي فرصة للمدافع واللاعب اللي هو ريميندي. ريميندي عنده نشاط دفاعي جميل، توصل في وسط الميدان، مدربين اثنين اليوم ضد واحد، فافيو أورسي ورفيق دربة سيرخيو غوميز. فالسيوني مدرب فريق أتلتيكو، أعني مدرب فريق بينفيلد، فالسيوني هذه خامس حقبة تاريخية تدريبية مع نفس الفريق، هو من قاد الفريق للقب الوحيد في الأبرتورا في عام 2009، وعودته هذه المرة راجع للفريق لإصلاح الخلل التكتيكي والحالة الفنية اللي وصل لها، ومن أجل
انتشال الفريق من الهبوط لأنه هو على وشك كرة ملعوبة وانطلاقة بيحاول كورونيل وشالها مارك يوري كان منقذ بآخر لحظة وقت لها شارك بذكاء بدها ما حاول يمسكها طردها إلى الضربة الركنية بمبدأ الحيطة والحذر ومنع الخطر مبدأ جميل شوف القتالية على الكرة ما طيح طلب الفاول تقدم اللاعب كورونيل من أبناء بنفيلد شوف حارس المرمى تعامل معها بدها وأبعدها إلى برا الملعب من كرة قادمة من كورونيل الظهير الأيمن اللي أرسل كرة بالمقاص لكن حارس المرمى اللي هو مارك يوري بيطلعها بمتابعة وبردة فعل كانت جميلة سلامات طايح في أرضية الملعب اللي هو ماتياس الظهير الأيسر لفريق أتلتيكو تيكومان 31 سنة عمره لاعب نيولز أولد بويز سابقا وتيغري وكلمس وستوديانتس إصابة مبكرة راح يعني تأثر أكيد على المدرب والمدربين الاثنين فالسيوني اليوم الثنائي طبعا هذا المدرب الخبير فالسيوني راح يواجه ثنائي اللي هو أورسي غوميز الثنائي المدربين غيروا مفهوم المثل الشعبي اللي يقول نأخذ اثنين في مركب واحد يطبع قبطانين في سفينة واحدة تغرق لأنها المدربين الاثنين تحسن أداء توكومان وياهم من كل النواحي دفاعيا هجوميا وحتى لما نذهب إلى لغة الأرقام وهي اللغة اللي ما تجيد اللف ولا الدوران المدربين الاثنين خاضوا 14 مباراة في كل البطولات ما خسروا إلا مرتين هزيمتين مرة قدام ريفر بليت ومرة أمام فيلد سارتفيلد لذلك فعلا المدربين الاثنين لفريق واحد غيروا مفهوم المثل الشعبي اللي يقول نأخذ اثنين في مركب واحد يطبع مركب فريق أتلتيكو توكومان حتى الآن يسير بأمان بقيادة قبطانين مدربين اثنين في هذا الفريق كرة بتتحول لفريق بنفيلد وبتطلع إلى برا ملعب رمية جانبية ننتظر وياكم أولى الأهداف في هذا اللقاء فريقين أسلوبهم متشابه في أمور كثيرة فريقين من الفرق المصنفة صعبة دفاعيا صلبة دفاعيا تتميز ويتميز عناصرها بالقوة بالعنف بالخشونة عندما يمتلكون الكرة يحاولون البحث عن النقل السريع للكرة كرة بتلعب لفريق بنفيلد بيحاول المراوغة ناجح راح صوب الخط ولكن بعد ذلك يتدخل المدافع وتبعد وتطلع إلى ركلة مرمى الأرقام اللي قلنا عنها لغة الأرقام لغة جميلة في كرة القدم ما تدخل فيها العواطف الأرقام تؤكد التوجه الدفاعي للفريقين بنفيلد تلقى هدف واحد في آخر ثلاث مباريات وكان في هذا الملعب أمام وكان طبعا الهدف اللي تلقاه في هذا الملعب أمام منه أمام ريفر بليت لما تعادلوا بهدف وبصفة عامة في آخر خمس مباريات خاضها الفريق الأخضر بنفيلد نتائجه مثل لغة الحاسوب اللي هو بينري نمبرز نفس لغة الحاسوب اللي ما تعرف إلا رقمين يا صفر يا واحد آخر خمس مباريات ما عرف إلا رقمين يا صفر يا واحد وهذا أقصى شيء تم تسجيله في مباريات بنفيلد تواجه مع ريفر بليت تعادل بواحد خسر مرتين بهدف وفاز مرة بهدف وتعادل بدون أهداف فبالتالي ماشي مع لغة الحاسوب اللي بينري نمبرز حتى فريق أتلتيكو توكومان على فكرة لغة الحاسوب معه نتائجه 0-1 في مباراته 0-0 و1-0 في آخر المباريات الخمس بالتالي نتحدث عن فريقين يعني بخيلين في تسجيل الأهداف وبخيلين في استقبال أيضا الأهداف في المباريات الماضية لكن نتمنى على خلاف أرقام واصلة ومتابعة لهم نشوف أقوال نتمنى شوف أيضا هذه المحاولة من اللاعب كورونيل الضربة الركنية راح تتنفذ على يمين الأجواء جميلة وجمهور بنفيلد في ملعبه في داره
هنا في مدينة بينفيلد الضاحية الجنوبية للعاصمة بيونس آيرس على ملعب فلورنسيو سولا. الضربة الركنية تلعب يشيلها المدافع ضربة ركنية مرة ثانية، هذا لاعب الوسط خواكين بيريرا طلعها ضربة ركنية، ويظهر أمامنا خيمينيز المهاجم لفريق بينفيلد، وهذا قلب الدفاع كيروس الذي يشارك بالكرة الثابتة لفريق بينفيلد، وهذا قلب الدفاع الثاني اللي هو أليخاندرو ماسييل. ضربة ركنية، حكم المباراة داريو هيريرا بيوجه اللاعبين بعدم التدخل بدون كرة. راح نشوف وراح نتابع أحداث هذا اللقاء أيها الأحبة. التعادل بدون أهداف، الضربة الركنية الثانية بيحضر وبيلعبها برا المنطقة الآن وبالرأس، لكنها برا برا إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. هذا كيروس قلب دفاع 21 سنة عمره من أبناء النادي، بدأ مع الفريق الأول في يناير الماضي. هذه الكرة اللي لعبت والكرة بتتخلص إلى برا الملعب، إلى برا الملعب. شوط المباراة الأول بيثبتها حارس المرمى. وتغادر إلى خارج الملعب رمية جانبية، رمية جانبية. كرة بيلعبها في المنطقة الوسطى، محاولة لفريق أتلتيكو بينفيلد أقرب إلى يد حارس المرمى ماركيوري. ماركيوري هو حارس خيمناسيا سابقا ماركيوري، ويلعب مباراته رقم 45 بقميص أتلتيكو تيكومان. هذه مباراة رقم 45، بدايات مع خيمناسيا، كرة بيحاول فيها الآن أتلتيكو تيكومان، بيسلم الكرة إلى بيريرا. بيريرا وين يا بيريرا؟ بيمر الكرة بالخطأ، يحصل عليها الدفاع، تسكين يا سلام في منطقة النص وتحضير جميل واندفاع نما. برافو برافو، قوة دفاعية وثقة بالذات، ثقة بالقدرات، دفاع فريق أتلتيكو تيكومان العميد، خبير الشمال وفخر الشمال، أكثر نادي وحصل على إنجازات في هذه المنطقة. فريق تأسس قبل 120 سنة، 120 سنة. طبعا هو ما حقق إنجازات في تاريخه، لكن من حيث الفرق الموجودة في الشمال هو أفضل نادي يشارك مع فرق الكبار، مع فرق الكبار، والأقرب إلى تحقيق إذا جاز لي التعبير إنجاز أو مقارعة الكبار، بينما الفرق الثانية هناك في الشمال تعاني في الأقسام اللي بالدرجات الثانية. كرة بيحصل عليها نيكولاس ريميرو بهدي اللعب. ريميرو قلنا نتائج الفريقين في المباريات الماضية اللي هي بينري نمبرز، الأرقام الثنائية، الفريقين يا صفر يا واحد، ما شفنا رقم اثنين لا لهم ولا عليهم في المباريات الأخيرة. فريقين صعبين من الجانب الدفاعي، وفريقين يعتمدون ويرتكزون على القوة الدفاعية أكثر من الشق الهجومي. كرة إلى فريق بينفيلد ناحية اليسار، بتتحول الكرة الأمامية إنما أقرب إلى دفاع فريق أتلتيكو تيكومان، بيحول الكرة جهة اليسار. مباراة مقامة في هذا الملعب استاد فلورينسو سولا، طبعا سموه سولا وفلورينسو على اسم أحد الرؤساء السابقين لفريق بينفيلد. هذا الرئيس، رئيس نادي بينفيلد، معروف بقصة مشهورة لما زعل على الفريق غير اللاعبين كلهم، كل الفريق بدله بنسبة 100%.
سبق أنه يعني غير كل اللاعبين، كل جلد الفريق غيره من الدفاع لدكة الاحتياط. ياب فريقين اللي كان قلبه على النادي استاد فلورنسو سولا سموه على اسمه. كرة بيلعبها ناحية اليسار بيحاول يمر تمريرة ذكية، ولكن بيسيطر عليها الدفاع، بيخلص انتزاع الكرة بشكل كبير وجيد وحلو من جانب فريق بنفيلد. يقدم لنا ثقافة دفاعية محترمة في التعامل بصرامة في الجانب الدفاعي، صعب انك تحصل منه كرة وتتخلصها. لذلك الجول يبيله جهد كبير في هذا اللقاء، الجول يبيله جهد كبير يفوق القوة الدفاعية سواء لدفاع تيكومان أو حتى لدفاع بنفل. فبالتالي يحتاج إلى لاعب قوي. هنا محاولة تسديدة لكنها سهلة بيد ماركيوري. تسديدة هذه سهلة تماما، ولكن يحسب على الدفاع وقلب الدفاع أنه سمح بهذه المرور. شوف الكرة اللي حصل عليها بمهارة عالية اللاعب كريرا، اللاعب اللي سجل على باراكاس سنترال وبمهارة، لكن شوف انتزاع الكرة، ما عمل خطأ ولا عمل أي شيء. الكرة اللي توزعت من منطقة الوسط من روميرو، وهنا قبل أن يحصل عليها كورنيل، ماثيو كورنيل، الكرة بتتخلص، تعود الكرة مرة ثانية لفريق أتلتيكو توكومان. نرحب أيها الأحبة أيها المتابعين بكل من ينضم لنا عبر الرياضية الكويتية كويت سبورت. أنت تشاهد لقاء في كوبا دي لا ليغا بروفيسيونال كأس الرابطة الأرجنتينية ضمن إطار المجموعة الأولى، في لقاء يجمع عميد الشمال وكبير الشمال أتلتيكو توكومان صاحب اللباس الأزرق والأبيض أمام الأخضر بنفيلد، فريق القادم من مقاطعة أو يلعب على أرضه تحديدا في بنفيلد في مقاطعة بيونس آيرس. كرة ناحية اليمين، الكرة العرضية مرت وانحطت وين؟ شات الهواء للثاني. الكرة الحقيقة كانت حلوة لكريرا لكن ما لبست معاه، ما مشت معاه. بعض الكرات ودك تشوفها بأزهى حلة، بأفضل لقطة، لاعب لما تلبس معاه كرة أعتقد صعب على حارس المرمى أن يتعامل معها، لكن غير محظوظ. الكرة ما مشت حتى الآن، الفريقين يفتقدون إلى التركيز، إلى الأهداف، إلى المخلص، إلى اللاعب اللي يتفوق على السياج، على القوة، على الصرامة، على التركيز، على النظام، على الاجتهاد، على القدرة، على التحمل الكبير لمدافعي الفريقين. بالتالي هذا اللاعب اللي ندوره في هذا اللقاء. فريقين يعني أقوياء دفاعيا، فريقين مو صعب. رجال هذا المدرب العجوز فالسيوني اللي يقود منظومة قوية ومنظومة دفاعية. شوف الكرة ما مشت، ما لبست مع اللاعب جياني، وبالتالي عدم التنفيذ السليم ايضا في هذا اللقاء. يعني في هذه المباراة على كل فريق انه يستفيد من اي فرصة تجي امامه. المباراة اللي فيها دفاع صارم ودفاع قوي، الفرصة اللي تسنح الخطأ الدفاعي اللي تسنح افضل طبعا من مباريات ثانية، لما تكون لعب مفتوح، لما تشوف دفاع بيأدي واجباته بكل صرامة بكل قوة. لذلك عليك أن تكون أنت كمهاجم، أتحدث وأخاطب المهاجمين في مثل هذه المباريات، أن يكون لاعب مخلص يستقل أنصاف الفرص في مباراة فريقين يجدون التعامل الدفاعي الصرامة. كرة ملعوبة ناحية اليسار لكن ما تمر وين؟ تمريرة بالخطأ من جياني، تعود الكرة في وسط الميدان للأخضر بنفيلد. بنفيلد تأسس قبل 127 سنة، هو عنده لقب وحيد كبير، هو الأبرتورا في عام 2009، غير هذا ما عنده. العبرة مو بالتأسيس، العبرة بالأرقام. نعم 127 سنة، لكن تتكلم عن الدوري الأرجنتيني، دوري في نجوم ودولي ولاد، دوري ينجب كل يوم لاعب، كل يوم نجم.
كل يوم الفرق الأوروبية قاعدة تطمش وتفرج على فترينة عرض من أجل خطف هذه الأسماء وبعض اللاعبين اللي يبرزون. في فاول ودخول عنيف في اللقطة اللي قاعد تشوفها، المدافع الحقيقة إنسوا دخل بعنف، قلنا فريق يلعبون بعنف بقوة، ما يرحم أبدا، ما يرحم أي مهاجم، لو أخوه يجاب له في الفريق الخصم بيدخل معاه بعنف، ما راح يتغير فريق عنده الدفاع مسألة مبدأ، مسألة حياة أو موت، هذه بالنسبة للكرة عنده أهم شيء في الحياة الفرق الأرجنتينية. لذلك الصرامة الدفاعية موجودة، العنف هي السمة السائدة للفريقين، مو بس فريق بنفيلد. هنا ضربة حرة، حتى الحكام يتعاملون مع هذا الأسلوب، يعني مو كل لعبة فيها بطاقة، كرة ملعوبة بتوصل، غير عمل تلعب حكم يدير مباراة في الدوري الأرجنتيني، دوري قوي، دوري فيها صرامة، غير لما يدير مباراة، ما بيأذكر دوري مثلا اللي باللمسة واحدة خلاص يعطي فاول ويسوي زيطة وزمليطة وبطاقات وما سوى شيء، لمسة عادية. لكن الحكم دوري الأرجنتيني يسمح بالدخول، يسمح بالاحتكاك، يسمح باللعب الرجولي في المباراة، غير على الحكم اللي أدنات الدون بيصفر، وهذا اللاعب يعني طرشة للأرجنتين، خلى ياخذ له كورس يرجع لك يلعب مدافع على أعلى مستوى. 25 دقيقة مرت، حكم اللقاء اليوم عنده بس بطاقة صفراء واحدة أظهرها على اللاعب لفريق بنفيلد اللي هو ريميندي، اللي منع جملة هجومية عكسية مرتدة في نص الملعب، كرة بتلعب ناحية اليمين لكن تطلع إلى برا الملعب، رمية توماس، رمية جانبية لمصلحة فريق بنفيلد. نرحب بالسادة المتابعين عشاق الكرة اللاتينية في كل مكان، أنتم تتابعون لقاء حصري عبر كويت سبورت، الدوري الأرجنتيني، كرة ملعوبة عرضية وصادها ماركيوري ويحضنها، ولاعب الحقيقة بيقدم مستوى جيد. هذه ثاني لعبة بيصيدها، اللعبة الأولى أبعدها من أمام مهاجم خيمينيز، وهذه اللقطة العرضية اللعبة من الجهة اليمنى للاعب كورنيل إيمانويل كورنيل، ولكن يحتضنها ويمسكها ويعني يحس بسعادة حارس المرمى لما يحضن كرات تكون يعني خطرة ويخاف منها، لذلك يشعر أنه قاعد يشتغل، قاعد يعمل، قاعد يجتهد، قاعد يؤدي دور مثل أي لاعب، على خلاف الحراس اللي يعانون من أوقات فراغ لما تكون مباراة من جانب واحد، ما يشتغل، ما يستمتع في كرة القدم. كرة القدم مو بس اللاعب يستمتع، حتى حارس المرمى، حتى الحكم، حتى الكل، مو بس لذلك حارس المرمى اللي يبقى مشاهدا أمام فريق من جانب واحد بيتضايق أحيانا. كرة بتوصل بتلعب وتعود إلى فريق أتلتيكو توكومان، والفاول حاضر في هذه اللقطة لمصلحة فريق توكومان. قلنا فريق عنيف فريق بنفيلد. شوف هذه كرة يعني لا هي هجمة عكسية مرتدة ولا فيها أي خطورة، بيدخل على قدم اللاعب جياني وبيرتكب خطأ، ومثل ما قلنا اللعب هذا بسانز ارتكب الخطأ، يعني هذه سمة وصفة في اللاعبين الفريقين أتلتيكو توكومان وأيضا بنفيلد، كل الفرق اللي يلعبون أمامهم يعملون حساب للعنف المتوقع في أرض الملعب إلى القوة، يعني حتى في كأس الكونتيننتال على سبيل المثال، كرة ملعوبة في كأس الكونتيننتال اللي يجمع ما بين فريق أوروبي وفريق لاتيني، بطل ليبرتادوريس وبطل الشامبيونز ليج، ياما فرق رفضت، تخاف تلعب مع الفرق اللاتينية، يعرفون فرق يعني عنيفة، دخول دموي أحيانا، ولذلك يرفضون أحيانا يلعبون، يتركون أي فريق يشارك وخلاص، لكن وهذه تكون صفة موجودة عند اللاعبين اللاتينيين بشكل عام. كرة بتوصل إلى حارس المرمى اللي هو فاكوندو كامبيسيس، محاولة كانت للاعب تيسوري. وصلنا أيها الأحبة إلى الدقيقة 28 من عمر هذا اللقاء، التعادل بدون أهداف، نتيجة بالنسبة لهم نتيجة يعني متعودين عليها، قلنا اللغة
لغة الحاسوب ماشية وياهم الصفر والواحد في الخمس مباريات اللي مضت، صفر وواحد ما فارقوا، ما شفنا خسارة ولا شفنا فوز بهدفين، لذلك هم مخلصين للرقم صفر وواحد. نتمنى يعني على الأقل نبي واحد واحد، على الأقل نشوف هدف وهني هدف، ما صفر صفر ما نحبه. إذا التعادل خلينا نشوف الواحد على الأقل، الواحد أهون من الصفر. حارس المرمى ماركيوري بيطلع، ما زال بأوج تركيزه وانتباهه هذا الحارس. شوف الكرة، دائما الكرات العرضية تشكل خطورة لتيم من ناحية اليمين، وشوف الكرة اللي سلمها هذه المرة اللي هو بيسانز رقم 17 مررها، وكرة كان فيها شربكة ويدخل حارس مرمى يفك الشربكة ويحصل عليها المتميز ماركيوري، واللي صاحي 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 في هذا اللقاء، ومع كل شاردة مع كل واردة مع أي لخبطة دفاعية على أي ارتباك بيصلح الخطأ. وهذا حارس المرمى هو اللي يغطي أخطاء الزملاء، هو اللي يصلح أخطائهم. لما يكون عندك من يغطي لك أخطائك، من يصلح لك أخطائك، أنت في نعمة. وهذا هو حارس المرمى لفريق أتلتيكو تومان، هو اللي يغطي أخطاء المدافعين، يغطي أخطاء زملائه، وبالتالي الغطاء موجود لحارس، يعد العمود الفقري لفريق. لعد شوف الدخول في ارتباك، المدافع يرتكب خطأ، خلها لحارس المرمى، قاعدين نمدحها، شقالين نمدحها ماركيوري، ليش يعني طلعها برا؟ لازم يكلمه حارس المرمى، لا قال له اترك الكرة، ما سمع، ما انتبه، ما عليك، كرة ملعوبة توصل ناحية اليسار، محاولة تقديم كرة عرضية بينفيلد إنما ما تمر، تطلع إلى برا الملعب، رمية جانبية لمصلحة فريق بينفيلد. الضغط متواصل لفريق بينفيلد، وهذا هو حارس المرمى يبعدها على الأقصى اليسار، إبعاد ذكي من حارس المرمى ماركيوري، اللي يبدو لي أنه الآن هو يأخذ الجو عن مدافع فريق أتلتيكو تكومان، هو اللي يظهر كرة بتلعب تبعد، هجمة عكسية لكنها مو سريعة، المهارة الفردية رايح يبحث عن مهارة، لكن وين عاد أيام مهارة مارادونا، وكان قميصهم شوية يذكرنا بتلك الحقبة العظيمة من ذكريات الماضي الدفين لمارادونا وإبداعاته. لكن راح مارادونا، جانا ميسي، الديرة هذه ولادة، راح مارادونا وميسي وشال كأس العالم في لوسيل في الدوحة، شال كأس العالم في لوسيل وقدم لنا لوحات ودروس ومهارات وإمكانيات، وأمتعنا وأطربنا كتيبة أحفاد مارادونا وأحفاد الأرجنتينيين حاضرين، ونحن الآن نشاهد المتعة والأثارة الأرجنتينية في مباراة الأبطال فيها هم المدافعين حتى هذه اللحظة، بينما غياب الهداف، غياب المهاجم الفذ في هذا اللقاء اللي قادر على كسر جماح القوة الدفاعية لفريق أتلتيكو تكومان أو فريق بينفيلد. سنتابع حتى الختام إذا كان هناك من سيسجل، أعتقد ما راح يأخذها بالساهل في وجود الأسماء الحاضرة واللي تمتلك إمكانيات كبيرة. رمية جانبية تلعب لفريق أتلتيكو تكومان الذين اللي هو ماتياس بينفيلد، هو الأفضل، أفضلية واضحة لفريق بينفيلد، لكن الأفضلية الجوفاء بدون أهداف. كرة اللعب حطها، الله، خيمينيز بيحطها، ولكن يبقى البطل ماركيوري قلنا قاعد يصلح أخطاء وشغال على غطاء أخطاء الزملاء المدافعين. شوف الكرة نازلة على الأرض، وهذه أخطر كرة على حارس المرمى، بتوهقه، بيتحطها في موقف محرج، تضرب الأرض ويطلعها إلى برا ملعب بمبدأ السلامة. اللاعب خيمينيز كان ممكن يفتتح التسجيل، ولكن يبقى بطل الشوط الأول توماس ماركيوري. نرفع له العقال في هذا اللقاء، توماس ماركيوري اللي بدع وقدم مستوى جيد. سلامات اللاعب خوستو جياني
طايح في أرضية الملعب خوستو جاني يلعب في الناحية الهجومية سلامات جاني 24 سنة عمره هذه ثامن مباراة يلعبها ما سجل أي جول حتى الآن مع فريق أتلتيكو توكومان وهو لاعب مهاجم الشق الهجومي بتلعب الضربة الركنية لفريق بينفيلد بيلعبها بطريقة خارج المنطقة وبالرأس لكنها أعلى من المدافع المتقدم أليخاندرو ماسيل والكرة بتطلع إلى برا الملعب إلى برا الملعب على بعد 11 دقيقة أيها الأحبة أيها المتابعين شوف التصدي الناجح من حارس المرمى مرت الكرة من اثنين من المدافعين بيتحملون المسؤولية لواء ريميرو وأيضا بيانكي لولا براعة حارس المرمى شوف 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 وقت لها وعارف انها بتنط وتدخل في الجول لكن يطردها الحارس الفذ الحقيقة ماركيوري وبيطلع الكرة إلى برا الملعب إلى برا الملعب كرة بتتنفذ في الجهة الوسطى بيحولها إلى الأخضر فريق بينفيلد أفضل فريق بينفيلد الكرة في النص حاول إنسوا الكرة ما زالت إنما بيغطي عليه ينجح في المرور الكرة ما زالت بينفيلد يضغط ويحاصر أتلتيكو توكومان اللعبة وين بعيدة و في مشاركة لكن مثل ما قلنا هني الدفع مسموح أحيانا الدفع الوسط مسموحة ولا هذه لقطة فيها خطأ واضح كرة اللاعب خطرة بيحاول إنما بيتأخر هو خيمينيز ميلتون خيمينيز بيتأخر فريق بينفيلد واعتقد ان الجول دنا صوبهم كرة ملعوبة وتوصل ضربة ركنية وسط دعم جماهيري كبير وتشجيع كبير لأن الآن أعتقد أن الجول قرب دنا صوب هذه الجماهير ودنت الفرحة صوبهم ودنت دنا الهدف صوبنا إحنا كذلك راح نشوف يبدو لي هذا الفريق الكرة بالرأس بيحطها نما صفارة في فاول مدافع المتقدم أليخاندرو ارتكب خطأ وفاول لمصلحة فريق أتلتيكو توكومان في الأرجنتين ناديين اثنين يهبطون للمستوى الثاني وكل نادي راح يهبط بطريقة مختلفة القرار طبعا اتخذ الاتحاد الأرجنتيني وسط هذا الموسم كان مفروض يهبط ثلاث أندية لكن قرر أن بس اثنين ينزلون الترتيب التراكمي المعروف عند الدوري الأرجنتيني شوف المدرب خوليو سيزار فالسيوني في هذا اللقاء فريقه قاعد يقدم مباراة هجومية أكثر من فريق أتلتيكو توكومان لكن هذا ما يعني أن أتلتيكو توكومان مو ممكن يسجل هذا ما يعني أن أتلتيكو توكومان راح يكون هو الخسران في هذا اللقاء ممكن نشوف الفوز لكبير الشمال للعميد التوكومان الكرة إلى حارس المرمى اللي بينفذها وتوصل لما في مشاركة مع اللاعب اللي هو سيوري كرة في نص الملعب محاولة لكن تطول بشكل سهل ما زالت السيطرة لفريق بينفيلد وسيطر على وسط الميدان إلى ريميندي الكرة تنقل إلى الخلف إلى ماسييل يلعبها إلى اللاعب كورونيل طالت بشكل سهل وإلى برا الملعب يعتذر إيمانويل كورونيل للكرة السهلة طافت منه تعود إلى توكومان وإلى الدفاع المدافع بيلعبها إلى من بيانكي إلى فلوريس وين كرة بدون تركيز ويفتقر التركيز أتلتيكو توكومان والمحافظ على الكرة إنما يطلع حارس المرمى ماركيوري بتوقيت ناجح وسليم وبيحصل على الكرة كرة في الجهة الدفاعية اليسرى إلى أروهيولا
ماتياس أرويلا. إلى روميرو. تسليم الكرة في الجهة الوسطى إلى تيتسيوري. 38 دقيقة لعب، ما شفنا جول، ما شفنا جول. مباراة 0-0 النتيجة اللي يعني ربما تكون تقليدية للفريقين في هذا الموسم. كرة بيحاول فيها نما تطلع إلى برا ملعب، في خطأ يمكن، في إشارة من الحكم المساعد وضربة حرة مباشرة لأتلتيكو تكمان. خلينا نشوفها مرة ثانية، نشوفها مرة ثانية. اللاعب جياني، جياني هل اشترك ويانا؟ ما اشوف فيها شيء، ما اشوف فيها شيء، ما اشوف فيها شيء. دخول المدافع انسوا، ايمانويل انسوا، دخول عادي الحقيقة. ايمانويل انسوا. عموما المباراة فيها تقنية الفار، الفيديو حكم الفيديو موجود، الحكم لامولينا ومساعدة الـ AVAR سالومي دي يوريو، وحكم المباراة داريو هيريرا. هل يعتمد كلام حكم المساعد الثاني اللي هو لوسيو مينديز؟ يظهر أمامنا اللاعب جياني، ضربة حرة. أعتقد أن حكم المساعد يعني رفرف برايتا، ما كان له داعي، تسرع تسرع، ما فيها شيء، ما تدخل معه. إذا دخل فيها جول راح يكون يعني خطأ مؤثر من الحكم المساعد. لما حاشة شفناه بالإعادة، ما لمسه يعني، دخول عادي. الكرة راح تنفذ القادم الخلف بيانكي، تلعب الكرة عالية. وين 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 حصل عليها؟ ما طلعت، ما طلعت، لكن راحت خطورتها، تتنفذ الآن بالرأس، يحطها نما. حلوة المحاولة ورأسية لكنها تطلع إلى برا ملعب من جياني، خوستو جياني. شوف 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 وسط المدافعين بيلعب الكرة الرأسية، لكن راحت بعيدة من اللاعب جياني وإلى برا ملعب، ركلة مرمى. 4 دقائق تفصلنا على ختام الوقت الرسمي أيها الأحبة المتابعين في كل مكان عبر الرياضية الكويتية كويت سبورت. تعادل ما بين بينفيلد وأتلتيكو تيكومان، التعادل الأبيض حتى هذه الدقيقة. تتنفذ من فوكوندو حارس المرمى وقائد فريق بينفيلد، بيلعب الكرة في وسط الميدان، لمسة حلوة وسريعة في منطقة الوسط، يسيطر عليها كاريرا، بيحولها جهة اليمين. تمريرة وين؟ مفهومة ومقطوعة من اللاعب اللي هو انسوا. انسوا في فاول، فاول حكم قريب ويعتذر، يعتذر. شوف حكم قريب من منطقة الخطأ وفاول، اسقاط اللاعب كاريرا. تتنفذ الكرة، هل يخرج اتلتيكو تكومان على الاقل متقدم في هذه النتيجة، ام فريق بينفيلد وهو الحلقة الاقوى في الشوط الاول يتقدم، ولا ترحل الأهداف في الشوط الثاني؟ كرة سهلة يتركها حتى حارس المرمى، تروح بسلام ويخليها تطلع إلى برا الملعب، تسديدة جياني، خوستو جياني، كرة بتطلع إلى خارج الملعب. جياني يبحث عن هدف الأول في قميص توكومان. اللاعب جياني ما سجل أي جول من 6 مباريات، هو قادم من نيوز أولد بويز اللي لعب له 36 مباراة سجل له هدف، وقبله كان يلعب في نادي نيوز أولد بويز الفريق الرديف. كرة اللعب توصل لفريق أتلتيكو تكومان، إنما ما تعدي، ما تعدي، ترجع إلى فريق بينفيلد، ينقلها ناحية اليمين أقرب للمدافع. كرة بتفلت ونظف المنطقة، نظف المنطقة، لازم يكون حازم في مواجهته لهجوم فريق بينفيلد. الأخطاء يتمناها فريق بينفيلد. حتى الآن تركيز عالي لفريق أتلتيكو تيكومان. رمية جانبية راح يلعبها الظهير الأيمن إيمانويل كورينيل، بيلعب رمية تماس داخل المنطقة، شيلها إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية بيطلعها القلب الدفاع برونو.
34 سنة عمره برونو، خبرة، عنده خبرة في الدفاع ولعب في فريق فلسطين تشيلي في تجربة احترافية خارجية. الضربة الركنية راحت اللعب من جانب فريق بينفيلد، بيلعبها وبالراس بيحاول فيها، الكرة ما زالت وداخل المنطقة ودربكة، انما يطلع 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 حارس المرمى بالتوقيت السليم، بيتحصل على الكرة بيلعبها بشكل سريع، انما ما في الا لاعب واحد فقط وحيد في الطلعة الهجومية. فكرة حارس المرمى جيدة، ماركيوري، الكرة لفريق توكومان، توكومان 1-2، طلعة هجومية جميلة، قيادة لجياني، تنقل الكرة إلى الطرف الأيمن هذه المرة، يهدي اللعب، هدي اللعب، كرة من كاريرا، كاريرا يرجع الكرة للخلف، طبعا يلعب في ملعب خصما، والتسرع أحيانا يكون في نوع من المغامرة، روميرو، كرة تعود مرة ثانية إلى الجانب الأيسر، خواكين بيريرا بيسلم إلى أكوستا كابتن الفريق، أكوستا تعود الكرة مرة ثانية من الكابتن، 34 سنة عمره، خطيرة الكرة، إذا لعبت عرضية تلعب عرضية وشالها حارس المرمى، ضربة ركنية شالها حارس المرمى إلى ضربة ركنية، فاكوندو دقيقة واحدة وقت تعويضي في الشوط الأول، دقيقة واحدة وقت تعويضي، لاحظ الكرة القادمة من تيسوري ما لمسها الحارس، شكله ما لمسها ما لمسها ما لمسها، طلعت إلى ركلة مرمى، كرة من رينزو تيسوري وطلعت إلى خارج ملعب إلى ركلة ثابتة لمصلحة فريق بينفيلد، ركلة مرمى، ركلة مرمى بيثبتها فاكوندو كامبيسيس الحارس السابق للمنتخب الأولمبي الأرجنتيني. في هذه الأثناء يطلق سيداتي أنساتي سادتي حكم هذه المواجهة داريو هيريرا نغمة ختام أحداث شوط المباراة الأول اللي ينتهي كما بدأ بالتعادل بدون أهداف. لنعود أيها الأحبة في أحداث شوط المباراة الثاني، إلى ذلك الموعد أترككم بحفظ الله ورعايته، أما الآن نعود إلى الاستديو التحليلي وإلى الزميل محمد بروس والكابتن ناصر الحسيني والكابتن محمد الفيلكاوي، تفضل الكلمة إليك. السهلي، إذن مشاهدينا الكرام، نهاية 45 دقيقة الأولى في مواجهة بامفيلد وأتلتيكو توكومان في التعادل السلبي. نعود إلى محللينا عبر هذا الاستوديو اللي ما حد فيهم توقع النتيجة الصحيحة لهذه المواجهة وال45 دقيقة الأولى، كابتن ناصر الحسيني، رأيك في الشوط الأول من خلال هذه المواجهة؟ والشوط الأول يعني شفنا ما في أي فعالية هجومية من الفريقين، وهذا شيء متوقع لأنهم يعتبرون الفريقين من أضعف الفرق الهجومية، يعتمدون على دفاعهم، لكن لما الفريقين دفاعيين يلعبون ضد بعض يصير يعني كل واحد ما يبي الكرة، كل واحد يبي يخلي الفريق الثاني هو اللي بادر عشان يقدر يطبق أسلوبه المناسب في اللي هو طبعا الهجمة المرتدة أو في لعب الكرات المباشرة. شفنا الفريقين لعبوا كرات طويلة، كرات مباشرة من الثلث الأول للثلث الأخير، لكن ما في أي يعني خطورة بسبب ضعف الجودة الهجوميه من الفريقين، سواء في لاعبين الوسط او لاعبين الاجنحه او كلاعبين المهاجمين. صارت مواقف نعم كان ممكن ان هذا الفريق يسجل او انه يصنع في في الفريقين، لكن بسبب ضعف الجوده ما اكتملت الفكره يعني. نعم، مثل ما قال ناصر حسيني كابتن محمد الفيلكاوي، الجوده كانت ضعيفه من خلال مشاهدتنا للشوط الاول لكلا الفريقين، ولكن بامفيلد كان افضل نسبيا، استحواذ تحدث عنه 56%، يعني ثلاث او اربع تسديدات وتسديدتين على المرمى، بعكس اتلتيكو توكومان اللي سدد ثلاث تسديدات ولكن لم تكن اي تسديده داخل الخشبات او داخل المرمى. انا اشوف توكومان نجح دفاعيا في هذه في تحديدا في الشوط الاول، بس لو نرجع شويه للتاريخ من بين الفريقين كمواجهات، انت تتكلم عن 13 مباراه
يعني بين الفريقين تلاقوا 7 منهم تعادل، 5 منهم 0-0. فالفريقين تاريخيا نقول الفقر التهديفي بينهم طاغي على المواجهات، طاغي على المواجهات بينهم. يعني حتى النتيجه بينهم 1-0 2-1، صحيح فالنتيجه ما هي كبيره بين الفريقين. بس كشوط اول بالنسبه لي كتوكومان كان منظم افضل من بانفيلد دفاعيا، من الناحيه الدفاعيه بانفيلد ما قدم المستوى الهجومي اللي 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 المفروض يطلع فيه، لان الفريق هجوميا افضل من تكومون نسبيا، خاصه انه هو يعني تحصل على 5 كرات ثابته يعني ككورنر، وتكومون ولا 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 كورنر، ما استفاد من اي كورنر، رغم انه كرر التكتيك يمكن في كورنرين اللي هو اللاعبين على واحد، واصر تكومون بوجود لاعب واحد في المواجهه، في مواجهه الاثنين. فالافضليه كانت لبانفيلد في تقديم جمله تكتيكيه من الكره الثابته، وكان ممكن انه يسجل منها. البحث عن الخطا من توكومان اللي حصل في هذا الشوط بتوزيع الضغط، مره تشوفه ضغط عالي في بمناطق متقدمه، الضغط العالي هو نوعين، ضغط بشده عاليه ان اللاعبين يضغطون بشده عاليه، وضغط في اعلى الملعب. كان يبحث عن اعلى الملعب، مو مجرد ان وجوده في مستوى عالي من اجل الضغط او كسب الكره في هذه المناطق. الهدف البحث عن الخطا، تمريره خطا من بامفيلد من اجل الكونتر اتاك بوجود لاعبين زياده عدديه كلاعبين محطه. هذا الامر ما نجح مع توكومان من وجهه نظري، لان بامفيلد استخدم اللعب المباشر. نعم، اذا تحدثنا عن الشوط الاول كابتن ناصر الحسيني، شنو اللي كان ينقص بامفيلد لتسجيل هدفه الاول على ملعبه بين ارضه وجماهير؟ طبعا استغلال الفرص، استغلال المواقف الدفاعيه، الاخطاء الدفاعيه الفريق توكومان. في عنده في ازمه ثقه، مو بس امور فنيه. عندك خيمينيز مهاجم الفريق كان مسجل 5 اهداف، هو كان متصدر هدافين الدوري، لكن هذا متى؟ قبل 20 مباراه. نعم، هو للحين ما سجل اي شيء، يعني خاصه بيسنز شفنا ان لاعب جناح قام يسجل اكثر منه، وهذه المباراه المفروض تكون عنده يعني اسهل من هالمباراه بالنسبه له، وعلى ملعبه انه يرجع بهالمباراه، يعني صراحه كان فرصه كبيره له. صحيح، اليوم لو اخذ نقطه واحده ناصر يعني ينتقل الى المركز السابع، من التاسع الى السابع، فما بالك بالفوز، يمكن راح يكون الرابع او الثالث. يعني تعادل في المباراه هذه بالنسبه لبانفيلد احباط كبير بالنسبه لهم. صحيح، وممكن ياثر عليهم حتى المباراه اللي بعدها، ممكن راح يلعب المباراه اللي بعدها مع فريق افضل، ممكن يفقد، يصير في عنده ازمه ثقه، يقول حتى الفريق الضعيفه اللي انا متوقع اني انا افوز فيها على ملعبي، لما اتعادل وما اخذ اي نقطه وما اقدر اسجل عليه، نعم، معناته شلون اذا بلعب التنظيم دفاعي افضل. نعم، كذلك في ازمه ثقه. نعم، عندهم في نقطه حاب توضحها ناصر ولا لا؟ في ازمه ثقه بس عندهم. نعم، ويبين الشوط الثاني فرصه لهم. يعني حتى الرغبه ما كانت حاضره بالنسبه لبانفيلد، يعني بانفيلد عودنا انه يلعب من بدايه المباراه ثقة، تشوف الفريق عنده منظومة هجومية جيدة. أي، يعني حتى على مستوى الجمل، سواء بالأوبر بلاي أو الكرات الثابتة. نعم، الكرات الثابتة بامفيلد من الفرق اللي يعتمد على الرمية التماس بشكل كبير بجملة. اليوم صحيح ألعبها بشكل مباشر أو بشكل طويل مثل الكورنر. نعم، عنده لاعب على طريقة مميز روري ديلاب وستوك سيتي. نعم، بالضبط، وسجل منها أهداف. صحيح، كثيرة من رمية التماس. اليوم بيانشي كان من توفق في عملية التوقيت والمواجهة، بعكس المباراة السابقة هدفين يعني أخطأ فيهم أمام فيلس. نعم، الأعلى تقييما في الشوط الأول كابتن محمد من ناحية أتلتيكو توكومان، شاهدنا يعني لاعب وسط هجومي مثل كاريرا أو أكوستا، ولكن بالمقابل اليوم بفريق بامفيلد نشاهد أن أفضل لاعب خلال الشوط الأول هو المدافع كورونيل. شنو يعني لك هذا الشيء؟ هذا يعني أن 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 الصلابة الدفاعية موجودة، المواجهات الواحد ضد واحد كانت موجودة. نعم، صحيح ان ما كان في فرص كثيرة بالنسبة لتوكومان، بس كمواجهات هني يحسب له عدد نقاط معين، لان توكومان اتلتيكو توكومان يعتمد على كورونيل بشكل كبير. تشوفه وحيدا في الامام في لحظة كسب الكرة. هذا الامر، اللعب الفردي اليوم ما يفوزك في كل المباريات. نعم، ما يخلق لك فرصة في كل مره. نعم، اليوم لابد ان في جمل جماعيه، كره القدم الحديثه تغيرت. صحيح، اليوم هذا الستايل او الطريقه الكلاسيكيه بالاعتماد. نعم، على لاعب واحد وانتظار الخطا، هذا الامر اليوم بدا ينعدم، يعني ما هو. نعم، موجود. حدثني عن هذه اللقطه كابتن محمد.
طبعا نتكلم اليوم عن الجمل اللي يعني الفقيره اللي قلت لك انا يحاول يعتمد عليها الجمل القليل القليله نعم. اللي يعتمد عليها التوكمان اليوم في عمليه اللعب المباشر او كسب الكره في ملعب بانفيلد نعم. هذه احدى الجمل او احدى الفرص اللي حاول انه يسوي الضغط العكسي بعد الكره الثانيه من اللعب المباشر نعم. وحاول انه يعني يتراجع بس نعم. عنده مشكله في عمليه التحولات من 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 لحظه هل المشكله هذه بسبب تكتل اليوم توكومان ومنظومتهم الدفاعية ولا بسبب والله ان اليوم بانفيلد ما يمتلك العناصر الهجومية اللي تخوله لصناعة مثل انا اشوف ذهنيا اليوم فريق توكومان هو افضل يعني شوف نعم. حتى عملية توزيع الضغط نعم. الجملة اللي تكلمت عنها اللي مرة تشوفها في ضغط في مناطق متقدمة ومرة تشوفها في وسط الملعب بتراجع اليوم الانضباط اللي قاعد يعمله توكومان نعم. اللي خلى بانفيلد يعتمد على اللعب المباشر مثل هذه الفرصة ولكن الخطأ الدفاعي بالنسبة لتوكومان كأفراد يعني كمدافعين كقرارات بالنسبة للمدافعين دائما يقعون في أخطاء كثيرة اليوم أخطائهم قليلة بالنسبة لتوكومان وأشوف الفريق توفق نوعا ما في ناحية القرارات الدفاعية نعم هذه بالنسبة للقرارات الدفاعية وبالنسبة لهذه اللقطة كذلك عندنا لقطة أخرى ودنا نعلق عليها كابتن ناصر في هذا الكره نيل شوف الضغط والاسترجاع الكره من بالفيلد ممتاز جدا شوف نقل الكره من الجهه اليمين للجهه اليسار وبعدها الكره العاليه صراحه يعتبر مرتده ممتازه ومثاليه في عمليه افتكاك الكره في عمليه التحول من الجهه اليمين لليسار وبعدها في التواجد في داخل المنطقه والضربه الراسيه من المهاجم و تألق من الحارس نعم. وشوف اللي رفع الكرة هو الظهير الأيسر لبانفيلد هو نعم. انسوا اللي ذكرنا فيه قبل المباراة انه من اخطر اللاعبين واللاعبين اللي يصنعون فرص ويسجلون نعم. ويضيفون اضافة هجومية ممتازة مع فريق بانفيلد فهذه الفرصة لو يبنون نعم. عليها الشوط الثاني ان هذه ممكن نكررها اكثر من مرة بنفس الفكرة ممكن يوصل لشباك توكومان خاصة نعم. العمق الدفاعي بالنسبة لتوكومان اللي تكلمنا عنه هذه احدى الامور السلبيه او نقاط الضعف بالنسبه لتوكومان نعم. بالتمركز في عمق الملعب يعني بين بيانشي ويا روميرو دائما تصير في بعض الاخطاء في التنظيم الدفاعي نعم. اللي هي هذه بنفس الفرصه لاحظ التنظيم الدفاعي بالنسبه لتوكومان والقرارات اللي تصير بين قلبي الدفاع نعم. هذه احدى الاخطاء او احدى الامور تعتبر نقطة ضعف بالنسبة للفريق كتنظيم دفاعي وقرارات هذه يعني تحتاج عمل كبير بالنسبة لتطوير اللاعبين في هذا الجانب إذا ما تقدر في هذا الجانب أنك تطور اللاعب لابد أنك أنت تستقطب لاعب كقلب دفاع أو كمدافع يجيد القرارات بمهاجمة الكرة بهذا التنظيم نعم إذا شنو اللي يحتاجه اليوم بانفيلد كابتن ناصر الحسيني من لاعبين من افكار لتسجيل هدفها الاول في الشوط لازم يكون في ثقه عند اللاعبين في النزعه الهجوميه كلاعبين الجناحه كلاعبين لاعبين وسط خاصه الجناحه لازم يهاجم المنطقه المساحه اللي يتركها توكومان لازم يكون في حل فردي من اللاعبين اعتقد اللاعب البديل راح يكون جيرونيمو ريفيرا لاعب الجناح لاعب من مواهب الارجنتين بعمر 20 سنه ممكن يدخل الشوط الثاني ويصنع الفارق بسبب ممكن اللاعب يكون احتياط نعم. ويشوف المباراة يعني ممكن يشوفها بشكل أوضح نعم. ممكن يشوف الأخطاء أو المساحات لفريق المنافس نعم. وأعتقد هذا اللاعب عنده حل فردي راح يكون حل ممتاز وممكن هو اللي يصنع الفارق يعني. نعم إذن الحديث كذلك عن المدرب سيرجيو غوميز وأتلتيكو توكومان والحلو. اليوم كابتن محمد الفيتشاوي لو قلنا في الشوط الثاني كنت مكان المدرب سيرجيو غوميز شنو أبرز القرارات اللي ممكن تتخذها لتحسين شكل الفريق أول قرار تبديل الظهير نعم. ودخل ديلا فوينتي هو هذا أول قرار بالنسبة لي بين الشوطين راح يكون ممكن يكون بين الشوطين نعم. ممكن في بداية يعني أول 10 دقائق يكون في تغيير وأعتقد أن جياني يرجع للاعب كلاعب في وسط الملعب جناح نعم. ويدخل مايسترو بوتش هذا من اللاعبين المميزين أيضا في توكومان نعم. عنده أيضا ورقة رافعة كراسكو نعم. ايضا في الدكه نعم. اعتقد اليوم التدوير اللي عمله هو المدرب
هو يعني تقوية الدكة في وجود لاعبين هم بالأساس كانوا يلعبون كلاعبين أساسيين. نعم. اليوم وجودهم بالدكة لعملية التنشيط اللي يصير في الجانب الهجومي. نعم. توقعات كابتن ناصر لمجريات الشوط الثاني بين بامفيلد وأتلتيكو تكومان، هل استمرار نفس الأفكار اللي حدثت في الشوط الأول، وتتوقع أنه يكون في تغيير وفي ردة فعل أكبر بامفيلد من أجل تسجيل الهدف الأول؟ ممكن اللاعبين الاحتياط هم اللي يصنعوا الفارق في فريقين اذا كان في تبديلات، لان في عنده اسماء ممتازه في لبانفيلد، عندك مثل ما ذكرنا ريفيرا، كذلك نيكولاس سوسا تذكر الهدف اللي على لانوس اللي حللناه عليه من قبل، مراوغه وجرب الكره ممتاز، تسديد من بعيد، يعني سوى كل شيء المهاجم، لكن هذا اللاعب مو قاعد يلعب وما قاعد ياخذ فرصته الفتره اللي طافت. ممكن نفس اللاعب نفس التاثير يكون من ريفيرا، فممكن هو اللاعب اللي صراحه الامل عليه كبير. نعم. هل بامفيلد كابتن محمد راح تكون عنده رده فعل اكبر، لان اليوم قريب من مناطق الهبوط ويعيش يمكن ضغط كبير للبقاء في البريميرا هذا الموسم؟ هو بين الجانبين. نعم. بين مناطق الصعود كمركز رابع. نعم. وبين الهبوط. صحيح. اليوم انا اعتقد الفريق، لا انا اتحدث على المعدل العام. نعم. وليس المجموعه. إيه هو بالمجموعه وضعه جيد. نعم. يعني صحيح. بس عنده فرصه يصعد. يعني. عنده فرصه يصعد، بس بالوضع العام اكيد هو محتاج الفوز. نعم. بالاضافه انه يلعب على ارضه في قدسيه بالنسبه للارض، بالنسبه للدوري الارجنتيني لاحظناها ان الفرق اللي تلعب على ارضها دائما لها المعدل الاكبر في عمليه الانتصار. بس اليوم تكمان اعتقد اذا استمر على نفس التنظيم ونفس الانضباط ممكن يفاجئ بامفيلد بهدف عكسي. نعم. شوط ثاني سلبي ممكن يكون كابتن ناصر حسيني، وتتوقع انه في هدف؟ لا اتوقع في هدف، لا اتوقع في هدف من بامفيلد. شوف الكره هذه راسيه خيمينيز. نعم. اول لاعب اللي فقد الثقه، صار له فتره طويله مو مسجل، صار له اكثر من 15 مباراه مو مسجل، عنده اسمه الثقه، لعب ما اعتمد عليه المدرب في اكثر من مباراه. نعم. هذه الكره الراسيه ممكن تعطيه ثقه اكبر ان انا اقدر اوصل المرمى، وممكن يعني حل فردي منه بالتسديد من بعيد مثلا او في الكرات الراسيه. نعم. اذا كان يعتمدون عليه اللاعبين خاصه من رفع بتنسوى، اتوقع ممكن تكرر الفكره الشوط الثاني. نعم. واتوقع في تسجيل هدف من بامفيلد. كابتن محمد، هل في مفاجاه من اتلتيكو توكومان اليوم، ولا ما تتوقع تواجد المفاجاه والفوز على بامفيلد وخطف هدف مهم في الشوط الثاني؟ اذا كان في جراه من توكومان في عمليه الصعود جراه سلاح ذو حدين اليوم. ذو حدين، ولكن بامفيلد ما قدم المستوى المأمول منه، يعني ما كان اخطر من توكومان او مشكل خطوره على فريق توكومان. لابد انه يكون في جراه، لابد انك انت تعمل ريسك في مثل هذه المباريات، انت محتاج الفوز، انت مو جاي عشان تتعادل. نعم. فوزك اليوم كاتلتيكو تكومان اتكلم راح يوصل المراكز متقدمه كمركز الرابع او مركز الخامس. نعم. فهني يمكن نشوف في بعض التبديلات. نعم. لان الفوز بالنسبه له بامفيلد مهم يعني في هذه المباراه، خاصه قلت لك في قدسيه بالنسبه للعب على بالارض. نعم. ناصر، في تبديلات بين الشوطين، وتتوقع يمكن هذا الشوط الأول قريب من البداية، وننتقل إلى معلق المباراة الزميل عبد الناصر السهلي لمشاهدة هذا الشوط الثاني بقيادة الحكم هيريرا اللي راح تنطلق سافرته الآن. أخونا عبد الناصر لك الكلمة. كل الشكر للزميل محمد أبو الروس، وشكرا للكابتن ناصر الحسيني والكابتن محمد الفلشاوي. مشاهدينا الكرام عبر قناة كويت سبورت، محبي المتعة الكروية، يسعدني مصاحبتكم في شوط المباراة الثاني
مباراة في الكاس كاس الرابطة الأرجنتينية في الجولة التاسعة ما بين ممثل المدينة فريق بينفيلد الذي واجه فريق توكومان القادم من الشمال. فخر الشمال التعادل بدون أهداف كان هو عنوان شوط المباراة الأول، واللي ما أتمنى أنه يكون هو العنوان الختامي لأحداث هذا اللقاء. شوط المباراة الثاني تشكيلة فريق بينفيلد مرة ثانية بحراسة المرمى، فاكوندو في الدفاع، كورنيل وماسييل وكيروس وإنسوا في النص يلعب ريميدي هذا مدرب فريق بينفيلد فالسيوني، وكذلك هناك اللاعب رودريغيز وكانيتي وبيسانس في المقدمة، خيمينيز وخلف سواريز أو مع سواريز. بينما تشكيلة فريق أتلتيكو توكومان ليبدأ في جملة هجومية الآن في محاولة تلعب الكرة لكنها إلى برا الملعب، محاولة جميلة كانت من اللاعب المهاجم ماثيو كورينيل اللي هو مهاجم فريق توكومان إلى جانب اللاعب جياني في خط النص لأتلتيكو توكومان. هناك تيسوري وغييرمو وكاريو وخواكين وأيضا اللاعب فرانسيسكو. بالدفاع هناك بيانكي ونيكولاس وماتياس، بحراسة المرمى اللي هو مارك يوري. كرة اللعب أمامية لفريق بينفيلد أقرب إلى حارس المرمى وحارس مرمى فريق توكومان مارك يوري. تواجه بينفيلد مع أتلتيكو توكومان في 29 مباراة سابقة في مختلف المسابقات، فاز بينفيلد بعشر مواجهات، أتلتيكو توكومان فاز في 9 لقاءات والتعادل حضر بعشر مباريات. سجل فريق بينفيلد 31 هدف مقابل 29 هدف لأتلتيكو توكومان، فإذا فاز اليوم توكومان بهدفين مثلا راح يتشاركون في كل شيء بعدد الانتصارات عدد التعادلات والهزائم وحتى الأهداف، وهذا يدل على التقارب التاريخي في مواجهات الفريقين. آخر مواجهة جمعت الفريقين كان في 5 مارس في الدوري في مدينة توكومان في الشمال هناك، وانتهى بفوز توكومان بهدف. وآخر تعادل كان في 6 سبتمبر 22 كان في الدوري الموسم الماضي انتهى بدون أهداف. وآخر فوز لبينفيلد كان 25 سبتمبر 2021 في بطولة الدوري بنتيجة 2-0 في نفس هذا الملعب، ملعب مدينة بينفيلد الضاحية الجنوبية للعاصمة بيونس آيرس، ملعب اللي هو فلورينسو سولا هذا مدرب اللي هو سيرخو غوميز اللي يدرب فريق توكومان إلى جانب فافيو أرسي. الكرة ملعوبة في الوسط، حاول يسيطر عليها اللي هو سواريز، الكرة معاه يهدي اللعب يرجع الكرة للخلف، لكن هنا انطلاقة على الجهة اليسرى لإنسوا الظهير الأيسر يلعبها ويلمها صح لكن شوف ثلاثة مسكرين على خيمينيز، ثلاثة عملوا له مثلث تماما، ما شاف الجول، ما شاف إلا 6 أقدام أمامه غطوا عليه. تأخر خيمينيز، تغيير اللعب الآن ناحية اليمين إلى فريق بينفيلد، المحاولة لكن راحت عدت مرت إلى فلوريس، فرانسيسكو فلوريس برافو خلصها الحقيقة بشكل جيد. إخوان بيسانز تلعب من لمسة واحدة منقولة إلى فريق توكومان، الكرة منقولة مرة ثانية بينفيلد يحاول هنا ارتباك دفاعي ويسيطر عليها بمهارة عالية اللاعب رقم 20 اللي هو روميرو. الدفاع كرة بالخطأ تصطدم تعود إلى حارس المرمى مارك يوري. شوط المباراة الأول سيطرة نسبية ويعني تفوق نسبي نقول لفريق بينفيلد. أعتقد أن الشوط الأول نجح دفاعيا توكومان وبقيادة مارك يوري اللي صد أكثر من كرة فيها نوع من الخطورة على مرمى فريق توكومان وعدت المباراة بسلام. الشوط الأول كرة ملعوبة الآن مجهود فردي لكن فيها تسلل، ممكن بيلعب يحطها إنما برا لكن تسلل مثل ما توقعت بالكرة الماضية كان فيها تسلل
كان فيها حالة تسلل، لكن حكم المباراة أمر بالاستمرارية، وبعد ما طلعت برا رجع إلى القرار الأول أو إلى الاعتقاد الأول. شوف تسلل واضح، تسلل واضح، تسلل واضح على كورنيل اللي لم الكرة وحاول يصيد الزاوية، وبعد ما دخلت ما دخلت ما دخلت حتى ما يقول يعني ألغي الهدف بداعي التسلل مثلا. الكرة ما دشت، ما دخلت المرمى، راحت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. نبحث عن الأهداف، ندور على الأهداف في مباراة العقم التهديفي، سمة عامة للفريقين في هذا الموسم، ندور أهداف في فريقين يعني نتائجهم الأخيرة تؤكد أنهم بخيلين في تسجيل الأهداف وأيضا في استقبال الأهداف الفريقين. لذلك يعني إذا نعتمد على الأرقام فالمباراة هي أقرب للتعادل 0-0، حتى 1-1 ما توقع إذا اعتمدنا على الأرقام. لكن أتصور إذا دخل هدف بأي طريقة كانت راح يغير، راح يكون له تأثير إيجابي للهدف، تأثير إيجابي. الفريق اللي سجل هدف بيضيف ثاني، الهدف الأول بيعادلك، راح تشوف كرة ملعوبة. الله الله الله، ما خلاها تنزل، ما خلاها تنزل، كان يبي يصيد الزاوية لكن الكرة طلعت، الكرة طلعت بيسانس، بيسانس ما نزلت وياها وياها، لكن طلعت الكرة كانت من اللاعب كانيتي، كانيتي كانيتي اللي جاي بالميركاتو الصيفي من يونيون سانتافي، يلعب على سبيل الإعارة. بدايته كانت مع البوكا في أكاديمية بوكا جونيورز، كرة كانت خطرة وكان ممكن تكون الزيارة الأولى لفريق بينفيلد، ولكن الكرة عدت ومرت بسلام على مرمى المرمى مارك يوري، مارك يوري ومرمى فريق توكومان، توكومان بينفيلد. التعادل بدون أهداف في ملعب فلورنسو سولا، ملعب هذا اللقاء الملعب وقت افتتاحه كان يعتبر من بين أكثر الملاعب تطورا في الديار الأرجنتينية. هذا الملعب في بداياته تفوق على استادات وعلى ملاعب كبيرة، حقق بينفيلد الكثير من الأرقام القياسية في هذا الملعب، من بينها سلسلة 47 مباراة متتالية بدون خسارة في هذا الملعب. لكن عاد متى؟ سنة 1950 حتى عام 1953، وحقق في هذا الملعب أكبر فوز تاريخي في الدوري الأرجنتيني 13-1 على فريق كوميرسيال باهيا في يوم 6 أكتوبر 1974. وهذا الملعب كان شاهد على مشاركة أصغر لاعب أجنبي في تاريخ الدوري الأرجنتيني، ونتحدث عن الكولومبي خاميس رودريغيز. خاميس رودريغيز لاعب بينفيلد في سنة 2008 كان عمره 17 سنة، وبعدها خاميس صار عنده مسيرة حافلة مع بورتو، موناكو، ريال مدريد، بايرن ميونخ، إيفرتون، والريان القطري، أولمبياكس، وحاليا يلعب في الدوري البرازيلي مع ساو باولو. كرة اللعب الآن إلى فريق أتلتيكو توكومان، سيطر عليها اللاعب رقم 10 بيريرا، بيريرا بيحولها ناحية اليمين، ولكن بطول الكرة بعدها الدفاع. ما شفنا دور المدربين حتى الآن، فالسيوني ما أجرى تبديلات واضحة وشاهدناها حتى الآن، ما شفنا. راح نشوف تغييرات أرسي وغوميز، هل راح يكون في لها دور في هذا اللقاء، دور لإعطائنا المتعة، إعطائنا أهداف في مباراة عودونا الفريقين وعودتنا أرقامهم أنهم يعني عقيمين في التهديف، بخيلين في تسجيل الأهداف. الكرة بتلعب وتوصل، تكافؤ تاريخي في لقاءات الفريقين، لما نشوف لغة الأرقام تتكلم عن تكافؤ وتقارب إلى حد التساوي في السجل التاريخي في مواجهاتهم مع بعض. تكلم عن فارق مباراة واحدة بس، فارق مباراة واحدة لمصلحة فريق فريق أتلتيكو توكومان. فاز بينفيلد 10 مرات وفاز توكومان 9 مرات، يعني بينفيلد فاز أكثر بمباراة واحدة، تعادلوا 10 مرات، يعني حتى التعادلات
كرة توصل حتى الأهداف، يعني سجل بنفيلد 31 جول مقابل 29 هدف، يعني معناته في معدل الأهداف جول تقريبا في كل مباراة. نبي الجول، نبي الجول، جول في كل مباراة، راضين ما شفنا جول. كرة اللعب وتسديدة نما إلى يد حارس المرمى، يطلع فاكوندو قبضتين إيده بيبعدها بقبضة الحارس، ووو حصل عليها، حصل عليها، لكن شوف الكثرة العددية الدفاعية. رودريغيز الكرة وياه، فلتت من رودريغيز، فاول على رودريغيز، هذا هو رودريغيز ارتكب خطأ بعد ما راحت منه الكرة. 21 سنة عمره، عنده هدف على ريفر بليت في كأس الرابطة. نشوف الإعادة هنا، فلت بالكرة ومرر الكرة إلى رودريغيز، تعثر رودريغيز المرة الأولى، وبعد ذلك كان في مشاركة، وبرأي حكم المباراة أنه في خطأ. كرة إلى جهة اليسار، توكومان رمية تماس، رمية جانبية، تبديل يظهر الآن في فريق بنفيلد، يدخل ريفيرا ويطلع سواريز، يطلع سواريز، يطلع مهاجم ويدخل لاعب الوسط خيرمينيمو، خيرو نيمو ريفيرا، دخوله في دقيقة 56، لاعب صغير عمره 20 سنة، يعطي ثقة المدرب فالسيوني للمشاركة في دقيقة 75، يدخل أو 57 عفواً 57. الكرة الآن إلى بيريرا، بيريرا بيغير اللعب ناحية اليسار، الكرة مع أتلتيكو توكومان، محاولة لتيسوري، تيسوري بيحاول يعدي من العقبة الدفاعية، يلعبها الآن إلى المدافع ماسييل، ماسييل يلعبها، بيشتت بيشتت، ترجع الكرة إلى فريق بنفيلد، فريقين الحقيقة دفاعيا في منتهى الدقة ومنتهى الصرامة، وكرة ملعوبة الآن، بيحاول الاختراق ويلحطها بالجول، الله أحلى لعبة في المباراة بالدقيقة 57. القائم اليسار بيساعد فاكوندو حارس بنفيلد، القائم اليسار كرة على غير متوقع، على غير توقع لعبها بطريقة ماكرة باتجاه الجول، لكن فاكوندو محظوظ، فاكوندو محظوظ، القائم اليسار شالها، القائم اليسار شالها. الكرة بتوصل إلى كورنيل، بترجع إلى فرانسيسكو فلوريس، فلوريس بيسلم إلى المنطقة اليسرى، لكن الرد، الرد ربما يأتي، الرد ربما يأتي لريفيرا ولفريق بنفيلد. هذا فلوريس طلعها لبرا ملعب، رمية تماس، راح نشوف رد الفعل، شفنا الفعل من أتلتيكو توكومان، وشون القائم اليسار لفاكوندو يتصدى لكرة هي الأخطر في المباراة، تأتي لأتلتيكو توكومان في الشوط الثاني بدقيقة 57. دفاع فريق أتلتيكو توكومان حتى الآن مركز بشكل عالي، توصل إلى ريفيرا، ريفيرا بيحاول يراوغ بين اثنين، يستخدم المهارة، يستخدم الإمكانية الآن تقديم كرة عرضية. طبعا لاعبين يحبون المراوغة، يعشقون المراوغة، شوف الكرة الخطرة هي الأفضل والأجمل، شوف شون حطها ماكرة، راحت قاصدها، طبعا قاصدها أكيد 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 قاصدها اللاعب بيريرا، أكيد قاصدها واصطدمت بالقائم الأيسر وراحت إلى خارج الملعب. ينجو، ينجو مرمى فريق بنفيلد، توصل إلى ريفيرا، ريفيرا يحب المراوغة، ريفيرا يحب المراوغة، الكرة وياه الماشية، لاعب مهاري ويمتلك ثقافة المراوغة، ثقافة المواجهة، اللاعب اللي يراوغ هذا لاعب شجاع، لاعب ما يهاب أمامه، يحاول يمر منه والكرة بتوصل الآن الخطورة ويلعبها إنما بالشبك من برا، تسرع 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 كورنيل، ماثيو كورنيل سدد كرة لكن بالشبك من برا، لاعب فريق أتلتيكو توكومان،
نشاهد الإعادة. المحاولة كانت لهز المرمى من كورنيل، لاعب عنده 15 هدف في سجله مع أتلتيكو تكومان من 51 مباراة خاضها، 51 مباراة سجل 15 هدف. هو لاعب أرجنتينيوس جونيوس سابقا، ولعب لفريق ديفنسور كذلك. كرة بيلعبها بالرأس، تبعد بواسطة أليخاندرو، أليخاندرو يلعبها جهة اليمين إلى بينفيلد. بينفيلد في محاولة وانطلاقة هجومية. مباراة أيها الأحبة تعادل مع الأسف حتى 60، حتى الدقيقة 60 بدون أهداف، صفر، التعادل بصفر. نشوف اللقطة والتدخل في خطأ على تقدم اللاعب اللي هو بيريرا، رايح بيريرا ولكن دخل عليه اللي هو أليخاندرو. أليخاندرو هل يتلقى البطاقة الصفراء؟ دخل على اللاعب خواكين بيريرا اللي ظهر أمامنا. سلامات لبيريرا، انطلاقة سريعة لبيريرا. بيريرا سبق أنه خاض تجربة احتراف في الدوري البرتغالي مع فريق في دوري المستوى الثاني، فاميليكاو لعب له ضربة حرة. هنا حارس المرمى اللي نجا من هدف بواسطة القائم اللي ساعده، تسديدة كانت متقنة من بيريرا. بيريرا الآن عند التنفيذ، عند التنفيذ حكم مباراة داريو هيريرا. هذا الحكم أعلن عن 15 ركلة جزاء في المباريات الماضية اللي أدارها، 243 مباراة أعلن عن 15 ضربة جزاء تلعب. بعدها ما طلعت والله، هي عمودية ومشاركة لكن في فاول، في فاول ولا شنو فاول هذا؟ شلون شتتها، قعدنا فترة طويلة ننتظر تنزل إلى الأرض بطريقة عمودية. إبعاد الكرة الماضية 62 دقيقة. مشاركة كانت من بيانكي المدافع الخبرة. شوف شلون شتتت، راحت بطريقة عمودية. وين راحت؟ الصورة ما يابتها، رايحت ما أدري، سعدت فوق ويشيلها حارس المرمى فاكوندو. فاكوندو 63 دقيقة لعب، محرومين من مشاهدة أي هدف حتى هذه اللحظة. الكرة إلى بينفيلد، فاول لمصلحة فريق أتلتيكو تكومان. حكم مباراة قريب من الحدث، عند لياقة بدنية عالية، والفاول كان على اللاعب رودريغيز. حاول، راحت من الكرة وبالتالي سحب لاعب فريق بينفيلد. طبعا في الأرجنتين المتعة الكروية ما توقف عندهم، الفيفا ديز شغال، الكاس الأرجنتين كاس الرابطة شغال، المتعة وكرة القدم مثل الحياة في الأرجنتين، ما تتوقف على مدار السنة، المتعة ما تتوقف. دور الثمانية خلص البارحة في الأرجنتين أو الفجر في الكويت، وفي الوطن العربي تأهل فريق بوكا جونيورز على حساب تيلرس. مباراة كانت حاضرة معكم عبر الرياضية الكويتية، وصلت لركلات الترجيح وانتهت لبوكا جونيورز 4-1، وبالتالي بوكا جونيورز يضرب موعد مع استوديانتس في الدور السيمي فاينل. بوكا جونيورز في نصف النهائي أمام مباراة من الزمن الجميل أمام استوديانتس، رفاق الأمس منتخب الأرجنتين ونواب الرؤساء الحاليين. نتكلم عن ريكيلمي نائب رئيس البوكا في مواجهة فيرون نائب رئيس استوديانتس. استوديانتس اللي عبر النصف النهائي عبر بوابة هوراكان بهدفين مقابل لا شيء، بينما النصف النهائي الثاني راح يكون لقاء يجمع بين ديفنسا اللي احتاج لركلات الترجيح أمام شاكو فور إيفر وسان لورينزو اللي انتصر على سان مارتن. كرة ملعوبة، أتلتيكو تكومان
المباراة بدون أهداف. الدفاع يخطف الكرة إنتوا ويرجعها إلى حارس مرماه، إلى حارس مرماه. فريقين يعني طموحهم وأهدافهم الهروب من المراكز الأخيرة وأيضا مراكز الهبوط، حاليا وضعهم غير آمن في الترتيب التراكمي في آخر المواسم الثلاثة. كرة إلى جهة اليسار، توكومان، توكومان بيسيطر على الكرة ويلعبها إلى الخلف ناحية بيريرا، بيريرا بيلعب الكرة الأمامية إنما دفاع صاحي، كيروس بيخلص، ترجع إلى اللاعب فرانسيسكو فلوريس، فلوريس بيسلم إلى أكوستا، أكوستا 1-2 لعب سريع واختراق من العمق، محاولة لكن يأخذ فاول، يأخذ فاول في منطقة حلوة، منطقة يعشقها الشويت، الهداف حذاء طاح، حذاء طاح. اللاعب كاريرا، اللاعب كاريرا يتعرض لإعاقة. شوف 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 تقدم وداس على قدمه، داس على حذاء اللاعب رقم 5 اللي هو اللاعب ريمندي، عنده انذار، يعني عنده انذار، اذا اخذ بطاقه ثانيه راح ينطرد. اللاعب إريك ريمندي تحصل على بطاقه صفراء في الدقيقه 4 في الشوط الاول، ينجو من بطاقه صفراء ثانيه، يعتذر طبعا، عارف انه عارف خطاه وعارف الحكم يعني فوتها له، فوتها له، ما يبي يعطيه طرد. اللاعب إريك ريمندي اللي يحقق كاس امريكا المفتوحه مع أتلانتا بقيادة المدرب، مدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو، مدرب الأرجنتيني وبرشلونة سابقا ومدرب ميسي حاليا في انتر ميامي الأمريكي. ضربة حرة أعتقد أنها هي الأهم لفريق أتلتيكو توكومان والأقوى، شوف باخذ وقته كامل، باخذ وقته كامل، شكله راح يشوت ولا راح يخليها لبيريرا، راح يشوت ولا راح يخليها لبيريرا، حيطة. لكن هذه الكرة في الأرجنتين مرات تصير اخت ضربة الجزاء، تصير مشابهة لضربة الجزاء. فاكوندو حارس الأولمبي الأرجنتيني عند التنفيذ الآن، خواكين بيريرا، حيطة طويلة وتنحط، الله الله الله، لعبت من بيريرا وشالها فاكوندو، فاكوندو طلعها بصعوبة، طلعها بصعوبة من المقص الأيمن، رايحة في منطقة تعانق العارضة مع القائم، في منطقة تعانق العارضة مع القائم تماما، لكن شالها فاكوندو وطلعها إلى بر الأمان وإلى الضربة الركنية، إلى الضربة الركنية. ناجح حارس المرمى في أفضل تصدي له في هذا اللقاء. تبديل لفريق أتلتيكو توكومان، يطلع جياني، جياني ما عمل شيء وراح يشترك اللاعب اللي هو رودريغيز، راميرو رودريغيز مهاجم وكان مهاجم، تلعب الضربة الركنية إنما بتنشال من المدافع. تبديل دقيقة 68، دقيقة 68 يدخل راميرو رويز رودريغيز، يلعبها الآن هجمة عكسية مرتدة في مكان سليم، لكن حارس المرمى ماركيوري يحصل عليها، يحصل عليها بوقت مناسب. كرة يلعبها لما تطلع إلى برا ملعب، إلى برا ملعب خوان بيسانز، بيسانز هذا اللي ظهر أمامنا. هذه الكرة لعبت في منطقة جميلة وحارس المرمى ترى لافة الكرة، ترى لافة لافة، لكن هذا يدل على جودة حارس المرمى اللي تعامل مع هذه الكرات اللافة اللي تورط الحارس، الكرة اللي تغير مكانها وتغير رايها وتغير موقعها، تكون رايحة بزاوية وفجأة تلف على حارس المرمى تغير مجراها، كرة ملعوبة نما إلى برا ملعب. هذه نوعية يعني من التسديدات اللي يسددها لاعب بإمكانيات خاصة، يعرف شلون يخلي الكرة تلف، يضربها في منطقة وفي وقت وفي قوة و في زمن معين في الهواء تلف تغير مكانها، وحارس المرمى شلون يتعامل معها، شلون يتعامل مع الكرات الملتوية وهي في الهواء اللي مالها طريق واضح. اكيد حارس لازم يكون
يعني مميز. كرة ملعوبة خطرة، الهدف الأول ممكن يلعبها وخطرة، هذه جول بيعديها. لقطة مثيرة، حكم اللقاء هيريرا ما يحسب بلنتي، الجمهور يعترض، وهذه كرة ملعوبة بتوصل إنما إلى حارس المرمى، إلى حارس المرمى. عموما الفار موجود، حكم المباراة في لاعب طايح في أرض الملعب. خلينا نشوف، أنا شفتها كأنها بلنتي صراحة، كرة لعبها بيسانز وبعد ذلك تحولت عرضية. شوف هل فيها بلنتي؟ اللاعب ريفيرا تعرض لإعاقة، لكن حكم مباراة قلنا حكم مو بالتاتش، حكم شوفه من يشوف اللقطة. المدرب فالسيوني، مدرب بينفيلد، هو اللي صاير يعني يتابع مدرب فريق بينفيلد. هذه لقطة تقديرية لحكم المباراة، وقلنا حكم المباراة من بدايتها فيها دفع وفيها قوة، والحكم ما يصفر على أقل شيء، فهل يصفر على هذه اللقطة؟ الحارس مد قدمه، لكن هل تسبب بهذا المد بإعاقة؟ شوف لا 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 ما فيها شيء، يعني ربما يقول لك الدخول خاطئ، محاولة ركل أو محاولة، هني الفار ممكن يكون له كلمة. وهذا لاعب توكومان، والمباراة فيها عنف، شوف يقول حتى يبدو لي من أسنانه طالع دم. عموما الحكم داريو هيريرا، وأيضا مساعدين اليوم نيكولاس لامولينا، الفي اي ار والاي في اي ار اللي هو سالومي دي يوريو، ما قالوا عن اللقطة الماضية. في تبديل الآن، يطلع لاعب رقم 24 ويدخل رقم 10، لاعب فريق بينفيلد، يقادر كانيتي اللي ظهر أمامنا، ويدخل غونزاليس، لاعب عمره 21 سنة، مواليد 28 فبراير 2002، هو القادم. تبديل هجومي بطبيعة الحال، المدرب فالسيوني بيحاول بشتى الطرق الضغط الهجومي على فريق أتلتيكو توكومان. مباراة في دارهم وبين أنصارهم، جماهير تشجع، الجماهير تآزر، وعندنا حكم مباراة قراراتها صارمة، وقراراتها الحقيقة الإعادة تأكد صحتها. فريقين غادروا بطولة الكأس الأرجنتينية، هنا محاولة للمرور من ريفيرا، تعود إلى اللاعب البديل. أول لمسة لاعب غونزاليس، ماتياس غونزاليس، ما دخل فورمة، راحت منه، حاول يصلح خطأه في اللعب، الكرة ناحية اليسار الآن لأتلتيكو توكومان، حاول للمرور من تيسوري، طلعها إلى برا الملعب، هذا هو تيسوري، ياخذ رمية تماس، نلعب على بعد تقريبا 16 دقيقة من نهاية الخط الزمني والوصول إلى خط الزمني في هذا اللقاء. فريق أتلتيكو توكومان متعادل مع بينفيلد بدون أهداف، وهذا رودريغيز دخل بدقيقة 68 من شوط المباراة الثاني، شوط الكل طبعا 68، ضربة ركنية، دخول اللاعب روميرو قلب الدفاع المشارك في الضربة الركنية راح تتنفذ، اثنين عند الضربة الركنية راح تلعب، يتركها وتنحط، انما طافت ويعيدها الى حارس مرمى ماركيوري اللي طلع من المرمى وينفذ الكرة الأمامية بالراس، بيحاول يشارك فيها ماسييل، تغطية وفي خطأ في عملية التمرير، ممكن يدفع الثمن، تروح الى بيريرا الكرة معاه، بيحاول يعدي، مر الكرة
تعود إلى بيريرا. بيريرا الكرة وياه، ما زالت المحاولة. تغيير اللعب من اليمين إلى اليسار لأتلتيكو تكومان، منطقة خطرة هذه، منطقة خطرة وبيحاول، طالت طالت وتطلع إلى برا الملعب. ركلة مرمى فيها تسرع حقيقة من اللاعب القادم من الجهة اليسرى، ظهير يسار هذا ماتياس. ماتياس نشوف الإعادة، كان هني موقف تسلل، موقف تسلل، لكن خلاص يعني صارت لعبة ثانية ومشاها الحكم بما أن يعني ما شكلت خطورة. تغير اللعب وبدأت الهجمة هنا، لكن السؤال هل لو كان فيها هدف، هل فيها هدف راح يرجع لهذه اللقطة ولا يسمونها لعبة ثانية خلاص انتهت؟ ولو أنه هو استفاد من موقفه أنه خذ الكرة وغير اللعب وهو أساسا متسلل، يعني هذه لقطة تحكيمية تبقى لأراء السادة الحكام والمحللين في مثل هذه اللقطة. لاعب كان في موقف تسلل أخذها وغير اتجاه اللعب بعد ذلك إلى الزاوية الثانية، بدأت هجمة جديدة. كرة بتعود توصل إلى فريق بينفيلد، حكم مباراة يعطي فاول. سلامات، سقوط إيريك ريميندي، ريميندي طايح في أرضية الملعب وضربة حرة في مكان يعتقد خطر أيضا، مكان خطر يعني ما أعتقد هذه فيها فاول. هو طيح نفسه، شوف 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 شوف, شوف هو اللي بحث عن الخطأ، هو اللي حط قدمه، هو اللي حط قدمه وطلع فاول من لا شيء. ريميندي طلع له فاول من لا شيء ولا ما فيها شيء، هذه اللقطة ما فيها أي شيء، هو حط قدمه ودور عن الفاول وحكم اللقاء كان له ما أراد. اللاعب ألوا ريميندي بيطلع فاول. صناعة الفاولات، صناعة الفاولات طبعا يمتاز فيها صناع، صناع كبار الفار طبعا، اعتبر فيروس في شركات الصناعة البشرية الكروية. نعم كان هو فيروس عطل، لكن الكرات اللي ما فيها بلنتي يعني ما زال الصناع يطلعون، يطلعون أخطاء مثل هذا الخطأ. ريميندي شربك قدمه مع لاعب الخصم واللاعب اللي هو ريميرو وأخذ له فاول، أخذ له فاول، فاول. سلامات يا روميرو، لاعب صغير عمره 19 سنة روميرو. في تبديلات، هل راح يكون تبديل إجباري؟ واضح ما راح يقدر يتابع، راح يطلع ويدخل مكانه اللاعب الوسط اللي هو غونزالو باز. غونزالو باز مكان، وأيضا تبديل ثاني يطلع تيسوري. تيسوري طبعا هذا غونزالو باز، ويشترك اللاعب غونزاليس، مارسيلو غونزاليس. بالدقيقة 78 ضربة حرة مباشرة راح تلعب ولكن تصطدم في الحيطة ومطالبة بلمسة يد من جماهير بينفيلد على الحيطة. عموما تبديلين في وقت واحد، غونزالو باز وأيضا مارسيلو غونزاليس، اثنين اشتركوا بدقيقة 79. نشوف الإعادة هل فيها لمسة يد؟ لاحظ نعم لمسة يد، لكن هل فيها تعمد؟ حكم المباراة، حكم نوعية العدة الأخطاء والفاولات والبلنتيات صعب إنه يطلعها أو إنه يحسبها. كرة بيلعبها فريق أتلتيكو تكومان، 10 دقائق أيها الأحبة وصلنا لها، وتعادل بدون بدون أهداف. كرة بيحاول فيها ما تمر، يعني المباراة يعني من بدايتها نتحدث أن التعادل وارد، فريقين يمتازون بلغة الحاسوب
نعم بلغة الحاسوب اللي ما يعرف إلا 0-1، هذه نتائجهم تقول كذي. البينري نمبرز ماشي وياهم حتى في هذا اللقاء، صفر الصفر لصفر وبطاقة صفراء الآن على لاعب فريق بينفيلد اللي اعترض الطريق وهو اللاعب بيريرا، ياخذ انذار، اعترض طريق لاعب الظهير الأيسر المتقدم إيمانويل إنسوا وياخذ انذار بالدقيقة 80، بالدقيقة 80 اللي هو خواكين بيريرا. فاولات، أخطاء ما استقلها بينفيلد في شوط المباراة الثاني اللي خلص، يعني المباراة ممكن يكون فيها 1-0، ممكن يكون فيها 1-0. راح نشوف كرة مرور يلعبها عرضية لكن بيشيلها، شيلها كرة حلوة الحقيقة من ريفيرا، مراوغ جيد وبتطلع إلى برا ملعب، رمية تماس، رمية جانبية، ريفيرا، فورينيمو ريفيرا اللاعب رقم 7، لاعب الشاب مشروع نجم، نعم مشروع نجم، دخل في الشوط الثاني دقيقة أو دخل في دقيقة 57، نعم رمية تماس طويلة المدى تتنفذ عالية وبالراس يحاول إبعادها، الكرة ما زالت تتخلص، هجمة معاكسة للضيوف ولكن يرتكب خطأ اللاعب كاريرا، كاريرا يرتكب خطأ، كاريرا يدفع لاعب اللي هو ريميندي، ريميندي لاعب يجي صناعة الأخطاء، صناعة الأخطاء لأنه ياخذ فاول يقدر يوهم حكم مباراة بأنه في فاول لصالحه، فاول لمصلحة فريق توكومان، توكومان راح ياخذ نقطة في هذه المباراة، راح يكون عنده 12 نقطة وأتلتيكو توكومان راح يكون عنده 11 نقطة، راح يكون عنده 11 نقطة. المباراة بمجموعة، مجموعة التعادلات نتائجهم متقاربة، المجموعة الأولى اللي تصدرها ريفر بليت 16 نقطة وصاحب المركز ال11 عنده 10 نقاط اللي هو توكومان، يعني ما بين الأول وال11 ست نقاط بس، ست نقاط، كرة ملعوبة لفريق بينفيلد، كرة بيلعبها، محاولة تغيير لعب، فكرة سليمة ناحية اليمين، ممكن العرضية ممكن لكن ما كانت سليمة، وتمريرة بالخطأ ينجح الدفاع بعد ذلك بإبعادها وإنهاء الخطورة على مرمى فريق أتلتيكو توكومان، أتلتيكو توكومان. مباراة أعتقد أقرب لها ومالها، يعني أقرب مالها الصفر، أقرب مالها الصفر، أقرب مالها أن تكون مثل نتائجهم، لكن راح أشوف توكومان، توكومان بيحاول، حاول هذه كرة خطرة لكن أيضا يتعثر، تعثر فيها الحقيقة في وقت كمفروض مستعد للاستلام غونزالو باز أو اللاعب كاريرا، كاريرا محاولة ناحية اليمين فريق بينفيلد، يا سلام يا سلام، مراوغ جيد هذا، غير مكانه وغير مكانه من اليسار لليمين، من اليسار لليمين اللي هو ريفيرا، ريفيرا ما توقع هذا راح يبقى في الدوري الأرجنتيني، اللاعب ريفيرا عيون الأوروبيين تتجه ناحيته، لاعب رقم 7 في فريق بينفيلد لما يمتلكه من مهارات فردية ومراوغة جيدة واستقلال المساحات، كرة بالرأس لكنها عالية توصل إلى هذا اللاعب تكلمت عنه، هذا اللاعب الشاب الصغير يمرر يسلم كرة خطرة، إنما وين كرة كان ممكن يأتي هدف لكن يتهاون فيها، يتهاون فيها فريق بينفيلد، كرة راحت إلى ريفيرا بكل إيثار بيسلم كرة بشكل جيد واللعبة لكن ما تابعها، ما تابعها خيمينيز، ايش تنطر يا خيمينيز، حط قدمك شارك، ردة فعل خيمينيز وكأنه ما له علاقة في الكرة، انت مهاجم ميلتون خيمينيز، انت مهاجم مطلوب المتابعة، لكن الكرة عموما عدت ومرت بسلام على مرمى توكومان، على مرمى توكومان هذا اللاعب بيانكي 34 سنة
عمره وليد عام 89. المباراة إلى الخمس دقائق الأخيرة، باقي خمس دقائق على الخط الزمني للدخول بعد ذلك في الوقت التعويضي اللي ننتظره من حكم المباراة. الوقت التعويضي للمهدور، تلعب الكرة من فلوريس، استلام لبينفيلد، مرور بشكل جيد للاعب رودريغيز، رودريغيز بيسلم الكرة في المنتصف إلى غونزاليس، إنما أيضا تركيز يبدو لي قل والإجهاد ظهر على اللاعب فريق بينفيلد. حاول ما في شيء، حكم يعطي الأسبقية، رايح والله بشكل حلو اللاعب إنسوا، إنسوا وتسليم كرة بشكل جيد إلى غونزاليس، كرة مقطوعة ويبدو لي الفريقين في إجهاد وفي تعب، وممكن يصنع الفارق صاحب اللياقة الأعلى والتحمل في الدقائق القادمة. كرة يلعبها لكن وين، شوف التبريرات حتى بالخطأ، الخطأ يحاول مشاركة فيها اللاعب اللي هو غونزالو باز، دش بالشوط الثاني غونزالو باز، حكم داريو هيريرا، حقيقة يعني شهادة أن هذا الحكم يقدم مستوى تحكيمي رائع، وعنده رباط جيش وعنده ثقة بنفسه وثقة بقدراته، على الرغم من أن مباراة مقامة في ملعب بينفيلد، الجمهور حاول يأثر عليه، حكم لشخصيته مهزوزة يتأثر صراخ الجمهور، كرة ملعوبة خطرة بيحاول يفحص بالجول، الله الله، حارس المرمى فوكوندو بيصيد الكرة الماضية، بيصدها وحاول فيها بيريرا، شوف لف بزاوية 180 درجة، فلت من رقابة بشكل سريع مثل الزئبق راح وفلت، ولكن بعد ذلك عدت مو مكتوبة له، ضربة ركنية لمصلحة فريق أتلتيكو توكمان، وروح رياضية تسود هذه المباراة ما بين الفريقين. 87 دقيقة، فعلا منافسة شديدة ولاعب مهاري، إنما تأخر نوعا ما، تأخر ريفيرا تأخر، الكرة بتوصل إلى توكمان أفضل، توكمان يحاول، ممكن المباراة يعني ممكن يكون فيها 1-0، ممكن يكون فيها 1-0، أكثر من كذي ما تصور، لمنو عاد راح نشوف، راح نتابع، باقي دقيقتين، المحاولة من الجهة اليسرى، رودريغيز لعبها لكنها رمية تماس لمصلحته، أبعدت إلى رمية تماس لمصلحة فريق بينفيلد، رمية جانبية، رودريغيز سجل هدف على ريفر بليت في كاس الرابطة، رمية تماس طويلة المدى يبعدها وتوقيت خاطئ، تنحط بالرأس إنما أبعدت حارس المرمى، هذه من الأمور القليلة لحارس المرمى يطلع بتوقيت خاطئ، ماركيوري لاحظ حارس المرمى طلع بتوقيت خاطئ، خروج من المرمى غير سليم، والبقاء في المرمى أفضل من الخروج غير سليم في ظل تواجد تغطية دفاعية حاضرة من جانب دفاع فريق توكمان، هذه هفوة للحارس، خطأ ما استقل لفريق بينفيلد، حارس المرمى طوال الدقائق 89 في أعلى درجات التركيز، لحظة واحدة يهدم كل اللي بناه، يهدم كل الإجادة اللي عملها في الشوط الأول، على وجه الخصوص كان له دور كبير في تبديل يبدو لي لفريق توكمان، راح نشوف ولا بينفيلد، تبديلين لفريق توكمان، بيدخل مينديز مهاجم، يطلع اللاعب كورنيل مهاجم مكان مهاجم، هذا رقم 11 مينديز، خبرة 35 سنة، عمره 35 سنة، تبديلات اللحظة الأخيرة في الوقت التعويضي، كورنيل يترك أرض الملعب ودخول مينديز
وايضا دخول اللاعب رقم 26 اللي هو كاسترو، توماس كاسترو، تبديلين في وسط في الوسط والهجوم. هذه تبديلات الوقت التعويضي، تبديلات الوقت التعويضي. هذا اللاعب خطير الان اذا لمها، لكن تاخر ريفيرا راح يكتسب خبره اكيد مع المباريات القادمه، عليه انه يكون اكثر في اصدار القرار. دقائق الخمسه الاخيره من الوقت التعويضي، هل يستقل الثنائي التدريبي فابيو ارسي وغوميز الدقائق الوقت بدل ضايع ويحصل على النقاط الكامله؟ راح تكون نقاط هامه جدا في مجموعه مشربكه تماما، النقاط قريبه جدا، الفوز يصعد الى 6 أو 7 مراكز الى الاعلى. احنا في الجوله التاسعه، بدايه الجوله التاسعه، الكره تتخلص من دفاع فريق توكومان الان. هذه مباراه بحد ذاتها الوقت بدل الضايع، هذه مباراه اللي يركز واللي يخلص كره تعود تبعد من جانب فريق توكومان. الله ياهي صدمه، الله ياهي صدمه لو تكون في الدقائق الاخيره الخساره، صدمه على المدربين، على الـ 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 الجمهور، جمهور بنفيلد. مباراه في ملعبه بينما اتلتيكو توكومان جمهوره بعيد تماما، يمنع الحضور كما هو القانون في الاتحاد الارجنتيني للضيوف، ما يحضرون يشوفون بالتلفزيون ويانا. كره ملعوبه بتوصل للاعب ريفيرا، بيعكس الكره العرضيه، لكنها وين يا ريفيرا الى برا الملعب، الى ركله مرمى. الوقت التعويضي مر منه تقريبا دقيقتين ونص، وباقي مثلهم. والخبير سيزار فالسيوني حارس مرمى سابق، لعب مباراة دولية واحدة بقميص منتخب بلاده، ولعب لفريق فيل سارسفيلد وخمناسيا لبلاتا. هذه خامس مرة يدرب فريق بنفيلد، فالسيوني خامس مرة يدرب فريق بنفيلد، يعني يروح ويرجع 5 حقبات. الوقت الأخير أيها الأحبة وقت يحتاج التركيز حتى لا يقوم بهدم كل اللي بنى هذا المدرب آرسي، المدرب الثاني لفريق أتلتيكو توكومان. تلعب خاطرة ويبعدها المدافع، يحصل عليها المدافع، يطلعها بمبدأ السلامة. الخطأ كارثي في هذه الأثناء، خطأ كارثي في هذه الأثناء. إذا حصل إرجاع الكرة إلى الخلف يهدي توكومان، يبقى يعني نقطة إيجابية لأنه يلعب برا ملعبه، كرة بيحاول فيها وبالرأس لكنها سهلة الكرة من اللاعب غونزاليس البديل. دخل دقيقة 79، الكرة إلى يد حارس المرمى ماركيوري. فالسيوني 67 سنة عمره هذا المدرب، ومدرب واحد ضد مدربين اثنين، خلاص ثواني على نهاية الوقت البديل، والمدرب ماني عارف دخلهم حتى يشمون هواء، دخلهم عشان يشمون هواء لأن ما راح يلعبون، ما أعتقد خلاص الوقت التعويضي انتهى. شمون هوا الملعب ينحسب لهم الحقيقة، ما أعتقد راح يلمسون الكرة. تبديل في وقت متأخر من المدرب، كرة ملعوبة بالرأس تنحط وتسديدة إنما ما تعدي. الوقت التعويضي خلاص، الوقت التعويضي مر، تعود إلى فريق أتلتيكو توكومان. توكومان بيحاول جهة اليسار وترجع، انما ينهي سيداتي خلص ال 45 55 توقعت نعم هذه هي النغمه. صفر ايها الاحبه، صفر احبتي المتابعين مشاهدينا في كل مكان. حكم المباراه داريو هيريرا
معلن عن نهاية أحداث هذا اللقاء كما بدأ انتهى بالتعادل بدون أهداف ما بين فريق بينفيلد وأتلتيكو تكومان. أشكركم أيها الأحبة على المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم في مواجهات كروية قادمة، وإلى اللقاء. أما الآن نعود إلى الاستديو التحليلي وإلى الزميل محمد أبو الروس وأيضا الكباتن ضيوفة ناصر الحسيني والكابتن محمد الفلشاوي، تفضل الكلمة إليك. كل الشكر للزميل عبد الناصر الاسهلي. مشاهدينا الكرام، نهايه ال 45 دقيقه الاولى وكذلك الثانيه في التعادل السلبي ما بين بامفيلد وايضا اتلتيكو توكومان. نعود الى محللينا عبر هذا الاستوديو لمناقشه ما حدث في ال 45 دقيقه الثانيه من هذه المواجهه. كابتن محمد الفريتشاوي، توقعنا في هذه المباراه تكون الاهداف حاضره، ولكن المباراه انتهت سلبيه، نقطه لكلا الفريق. صحيح، طبعا الحين هذا التعادل السادس بينهم في كنتيجة 0-0 سلبية. اعتقد ان المباراة انا اشوفها يعني مكسب لبانفيلد خاصة بالشوط الثاني. تكومان كان وايد افضل بالشوط الثاني، طلع بوجه هجومي جيد بالإضافة الى تنظيم دفاعي ممتاز. اليوم قدموا الخط الدفاعي قدم مباراة كبيرة، انا اعتبرها من المباريات الخمس الماضية السابقة. هذه المباراة من افضل المباريات دفاعيا بالنسبة لتكومان، والإضافة هجوميا اليوم قدم يعني مباراة كان اقرب للفوز يعني في هذه المباراة. نعم، مثل ما تفضلت كابتن محمد، يمكن المباراة شهدت تفوق بامفيلد في الشوط الاول، ومن ثم تألق توكومان بالشوط الثاني، وكان قريب من إحراز الهدف وخطف هذه المباراة والنقاط الثلاث كابتن ناصر الحسيني، ولكن المباراة انتهت سلبية. حدثني عن ما حدث خلال التسعين دقيقة، ومن وجهة نظرك من كان الأحق في الفوز من خلال التسعين؟ لا، توقعنا بانفيلد أنه عنده يعني إمكانيات يمكن أفضل، جودة أفضل في اللاعبين في الشق الهجومي، لأنهم بشق الدفاعي تقريبا متقاربين، لكن لا، اللي حدث العكس صراحه. تكومان توفق في الشوط الاول في التنظيم الدفاعي، ما استقبل تزيدات، ما استقبل هجمات. الشوط الثاني صار اخطر هجوميا من بانفيلد في جميع النواحي، يعني لو تشوف حتى في الاستحواذ كذلك تفوق تكومان. في الشوط الاول شفنا 55% من الاستحواذ لبانفيلد، الشوط الثاني لو تاخذه بروحه راح نشوف 54% من الاستحواذ لتكومان. وكذلك بالتسديدات كانت الشوط الاول 4 تسديدات لبانفيلد، الشوط بمقابل تسديدتين لتكومان. الشوط الثاني شفنا 5 تسديدات بس فقط من بانفيلد، من تكومان 11 تسديده في الشوط الثاني هذا بس، رقم كبير. حتى في على المرمى في تهديد على المرمى اكثر، كان في فرص محققه كابتن ناصر. نعم، ولكن نجا منها بانفيلد. من تكومان سدد 6 تسديدات، نعم، 3 منها كان على المرمى، غير الكره اللي بالعارضه اللي ما يعتبر بالمرمى، غير كره بالعارضة اللي او في القائم لتكومان. فالمستوى كاستحواذ، كتهديد المرمى، كلاعبين في البدلاء، المدرب صراحه تفوق على مدرب بانفيلد. ومدرب بانفيلد عنده ادوات لكن ما استخدمها، واستغربنا مع كابتن محمد على اللاعب سوسه. صنع الفارق مثل ما ذكرنا بمباراه لانوس، لكن المباراه اللي طافت كلها قاعد يلعب بس دقيقه واحده فقط، دقيقه على في اكثر من مباراه. هل هو عقاب ممكن يكون؟ طول فتره طويله. نعم، يعني فتره طويله صراحه، نعم، شهرين تقريبا، من شهر 8 الى الحين شهر 10. اعتقد هذا وقت وايد يعني طويل. نعم، باستخدام لاعب اساسي وكان يفوز في بعض المباريات. نعم، فما استخدمه بالاستخدام الجيد. حتى كمل على احصائيه كابتن ناصر، حتى الكرات الثابته الكورنر اليوم يعني في الشوط الاول 0 كورنر بالنسبه لتكومان. نعم، في الشوط الثاني 4 كورنر مقابل 6. نعم، إذا عندنا بعض اللقطات اللي ودنا نحللها كابتن محمد الفيرشاوي خلال ما حدث في هذه المباراة وخلال التعادل السلبي. كانت في فرص محققة من يمكن بامفيلد في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني كان هذه اللقطة أنا اخذتها هجمة لبامفيلد، بس أنا أبيك تلاحظ التنظيم الدفاعي بالنسبة لتوكومان. نعم، يشرح لك مدى الانضباط اللي عمله توكومان في الشوط الأول. لاحظ الظهير اليمين أو الوينج اليمين كجناح، شوف التراجع والالتزام في المركز. اليوم لما تشوف التنظيم الدفاعي بهذه الشراسه وبهذا التنظيم وبهذه القرارات، اعتقد يعني
صحيح انه متاخر، التنظيم الدفاعي الجيد اللي ظهر فيه اليوم تكمان يعني مقابل المباريات السابقه. نعم. فاعتقد لو يبني على هذا التنظيم الدفاعي بهذا 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 الحضور الذهني اعتقد لا راح يعني يعمل عمل جيد في الفترات القادمه. نعم. اذا هذا تعليق الكابتن محمد الفرشاوي على هذه اللقطه. عندنا ايضا هذه اللقطه كابتن ناصر حسيني من ناحيه رميات التماس اللي حاول يستخدمها فريق بامفيلد على طريقه روري ديلا. سلاح يعني نادر تشوفه في الدوري الارجنتيني صراحه، واللي هو صناعه فرص عن طريق رمي التماس. نعم. مو اي لاعب شوف وصلها تقريبا لير نقطه الجزاء. نعم. ويت منها هجمه يعتبر هجمه خطره. كذلك تكمان استخدم تنس السلاح في نهايه المباراه. صحيح. فكانوا يتعلمون من بعض، اثنين مضاعف هجوميا وكل واحد يعني يحاول يستغل اي طريقه غير اللعب المفتوح. نعم، لان اساسا هم مو هذه طريقتهم المعتاده انه هو يبادر ويهاجم. نعم. فممكن يطبق اي فكره بسبب ضعف ضعف نعم. هجوم الفريقين، وكذلك تراجعهم بشكل كبير يعني في المباراه يعني او اغلب اوقات المباراه. نعم. اذا مشاهدينا الكرام نهايه هذه المواجهه وبشكل سلبي ما بين بامفيلد واتلتيكو توكمان، ولكن السهره في الدوري الارجنتيني وكأس رابطة الدوري لا زالت مستمرة على قنوات الرياضية الكويتية في وزارة الإعلام. الحديث عن مباريات أخرى، كوردوبا سانتياغو وأيضا لانوس بإذن الله تقام حاليا في هذا التوقيت وسننتقل لها بعد قليل، وكذلك في الثانية صباحا ديفنسا خوستيسا وبلغرانو كوردوبا. إذا أنا أحب أشكر المحللين تواجدوا معي عبر هذا الاستوديو كابتن محمد الفيرشاوي وناصر حسيني، شكرا لتواجدكم معنا عبر هذا الاستوديو، وايضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعه، وايضا للاخوه من خلف الشاشات، وايضا طبعا من غرفه الكنترول مالك اسد وايضا احمد الاستاذ، ومن الاعداد كذلك سليمان الكفيفه. على من نلقاكم في استوديوهات اخرى مع دوري ابطال العالم، وفي امان الله.